بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. ألف 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 مبروك منتخبنا الوطني ووصوله للدور قبل النهائي. النهاردة الحقيقة عرفنا يعني إيه منتخب مصر، عرفنا يعني إيه رجولة، عرفنا يعني إيه إصرار، عرفنا يعني إيه إن إحنا كمصريين لما بنحط حاجة في دماغنا نقدر نعمل اللي إحنا عايزينه. المباراة السابقة والمباراة دي هو ده منتخبنا الوطني. إزاي منتخب مصر يلعب مع كوت ديفوار، إزاي منتخب مصر يلعب مع المغرب، هو ده الأداء الطبيعي لمنتخبنا الوطني. كل اللاعبين، ألف ألف مبروك لكل اللاعبين، ألف ألف مبروك للجهاز الفني، ألف ألف مبروك للشعب المصري بالكامل. حاجة جميلة جدا، حاجة حلوة جدا، منتظرين هذا الأداء بقالنا فترة طويلة جدا. عندنا مدير فني على مستوى عالي، عندنا لاعبين على أعلى مستوى، عندنا إدارة لكرة القدم جديدة على أعلى مستوى، وبالتالي كل الدنيا بتتضافر. قبل كل ده طبعا عندنا جمهور مصري يستحق 100 أو 105 مليون يستحقوا الحقيقة هذه الفرحة اللي احنا بنشوفها. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده أن كرة القدم توحد الشعب المصري. النهاردة لما داخل قناة النادي الأهلي واطلع واتكلم عن أن أبو جبل، هو من وجهة نظري يستحق الحقيقة كل التحية في مباراة اليوم. النهاردة الإنقاذ التاريخي اللي عمله أبو جبل النهاردة في هذه المباراة يستحق الحقيقة كل التحية وكل التقدير. الشكل والأداء الرائع اللي عامله عمرو السولية حاجة جميلة جدا. أداء أيمن أشرف على الرغم من أنه هو يعني عمل ركلة الجزاء بمنتهى السذاجة، مش ده أيمن أشرف اللي يعمل ركلة الجزاء دي، ولكن أداء أيمن أشرف لنهاية المباراة يستحق كل التقدير وكل التحية. أحمد فتوح نفس الكلام، كل اللاعبين الحقيقة، ولكن أنا بتكلم على أداء كل اللاعبين، كل اللاعبين. محمد صلاح أنا هتكلم عنه في سيجمنت لوحده أو في وقت لوحده، لأنه يستحق الحقيقة محمد صلاح بهذا اللاعب الكبير فخر العرب اللي كلنا بنستنى أداءه عشان نشوفه في كل مباريات منتخبنا الوطني. انتظرنا ثلاث مباريات كنا قاسيين شوية في انتقادنا لبعض اللاعبين، ولكن هو ده دور الإعلام. كيف تصل بأداء أو كيف يصل أداء منتخبنا لهذه الدرجة الرائعة؟ أنا قلت لحضراتكم خلال الأيام السابقة إن إحنا دورنا كإعلام إن إحنا إذا كان هناك انتقاد نقوله، إذا كان في أي حاجة هنقولها عشان إيه؟ مش عشان أنا ما يهمنيش حاجة خالص، أنا كل اللي عايزه إن أنا أشوف منتخب بلدي بيصل للمباراة النهائية ويفوز بهذه البطولة، بس كده. أنا مش عايز حاجة تانية، أنا نفسي أشوف منتخب بلدي في تصفيات كأس العالم في المباراة الأخيرة أمام السنغال بيكسب السنغال رايح جاي ويصل إلى كأس العالم. هو ده اللي أنا عايزه، أنا مش عايز حاجة تانية. أنا هيفرق معايا إيه إنه كيروش يمشي ولا يقعد؟ أنا هيفرق معايا إيه لما أقول إن محمد صلاح هو أفضل واحد في أفضل لاعب في العالم؟ هو أنا هيفرق معايا إيه لما كنت بدافع الخمس ست ايام اللي فاتوا عن تريزيجيه وكان البعض بيقول لي اصل عشان انت بتحبه ومش انت بتحبه؟ لا، انا عارف ان تريزيجيه لعيب جامد جدا، ولما هياخد هيدي للمنتخب باقصى طاقه، وعارف ان تريزيجيه بيدي من اول يوم للمنتخب باقصى طاقه، ولكن هي بس اللياقه ما كانتش مساعداه. فلما اللياقه بدات تساعده ابتدينا نشوف تريزيجيه بالشكل اللي احنا شفناه بيه في مباراه كوت ديفوار. اضاع الفوز، اضاع 3 4 اهداف، ولكن اللاعب الوحيد اللي من ساعه ما نزل راح للجون 5 6 مرات. النهارده شفنا كده برضو، شفنا تريزيجيه لما راح للجون وركز ولياقته بدات تيجي واحده واحده. هتقول لي هي لياقته يعني جت؟ ايوه، هي دي كره القدم يا جماعه. معلش في ناس اكيد مش فاهمه هذا الكلام، لكن واحده واحده كلنا هنفهم مع بعض. كلنا عايزين ايه من اللي بيحصل ده كله؟ عايزين نتبسط، عايزين نفرح، عايزين نشوف جمهورنا اللي موجود في الكاميرون فرحان ومبسوط، عايزين نشوف الأداء الرائع الحقيقة اللي عاملاه السفارة المصرية وعلى رأسها سيادة سفير مدحت المليجي، اللي حاولوا يا جماعة تجيبوه لنا. أنا عارف إن التليفونات صعبة شوية، ولكن معانا 3-4 تليفونات لسيادة سفير، حاولوا تكلموه لأنه الحقيقة هذا السفير يستحق كل التحية وكل التقدير. مجموعة العمل اللي موجودة هناك، طب تمام، حاولوا تكلموه لغايه لما يجيبونا، لانه الحقيقه انا عايز اشكره الحقيقه على الهواء مباشره واقول له ان هو يستحق الحقيقه تحيه الشعب المصري على المجهود الكبير جدا اللي بيعمله. طب انت عرفت منين يا اسلام؟ انا عرفت لانه الناس اللي بتسافر لينا، ناس كتيره بتسافر بتروح الكاميرون وبيرجعوا يحكوا لنا السفير بيعمل ايه،
بيرجعوا يحكوا لنا ان اليوم اللي بيسافروه، الناس بتسافر الصبح وبترجع بالليل بالمناسبه او بترجع بعد المباراه، هو ده جمهور مصر. هو في حد بيعمل كده في العالم؟ عمركم شفتوا حد بيعمل كده في العالم؟ عمركم شفتوا حد بيمشي ورا فريقه لغايه يسافر 7 ساعات الكاميرون ولا 8 ساعات ويرجع ويتفرج على الماتش ويشجع فريقه بمنتهى القوه؟ انا للاسف انا عندي كميه فيديوهات رائعه، ولكن للاسف مش هقدر اخدها الحقيقه لانها من داخل الاستاد. الفيديوهات دي انا بستمتع بيها وانا قاعد بتفرج، لانه قد ايه الجمهور المصري ده هو جمهور واعي وعارف هو عايز ايه. جاي 7 ساعات ومسافر وطياره وطالع من بيته ويركب طياره وكذا وكذا وكذا، ويجي بعد 7 ساعات ومشاوير داخل الكاميرون وزحمه جوه الكاميرون لغايه لما يوصل للاستاد ويشجع فريقه بالقوه دي. حاجه يعني جمهور مختلف، العالم كله بيحسدنا على جمهورنا في مصر الحقيقه يعني. فعشان كده الجمهور ده يستحق اللي احنا شفناه في مباراه كوت ديفوار تحديدا. انا بتكلم اهو اللي احنا شفناه في مباراه كوت ديفوار وشفناه في مباراه النهارده. طبعا دي فيديوهات الجماهير المصريه. بصوا حضراتكم، ده احنا ده مصورينه النهارده، زميلنا هشام محسن مسافر في الطياره اللي سافرت، ودي لقطات حصريه لينا احنا. الحاجات اللي حضراتكم شايفينها دي بعض من الجمهور المصري مع بعض من الجماهير الكاميرونيه، وزي ما حضراتكم شايفين هو ده اللي احنا بنوريه لحضراتكم، هو ده الجمهور المصري. تخيل حضرتك المجموعه اللي موجوده دي مسافره 7 8 ساعات، وبعدين راحوا 7 8 ساعات والطياره نزلت الكاميرون وراحوا يرقصوا ويهزروا ويعملوا بتاع امام الاستاد، وبعدين دخلوا الاستاد شجعوا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمهور الجميل ده؟ مصر تستحق، مصر تستحق الفرحه اللي احنا شايفينها، مصر تستحق كل حاجه حلوه الحقيقه، لانه اللي احنا بنشوفه ده زي ما قلت لحضراتكم كرة القدم شيء مختلف، كرة القدم حاجة مختلفة تماما في كل حاجة، في فرحتها وفي حزنها وفي كل حاجة، لكن احنا دايما نتمنى نشوف الفرحة دي، نشوف الجمهور الجميل اللي احنا شايفينه ده، نشوف الأداء الرائع والبطولي لكل اللاعبين، لكل اللاعبين من أول أبو جبل لغاية لما طلع أبو جبل. وقد إيه بيقول للدكتور أنا مش هطلع، أنا مش هطلع. هو طبعا يعني خايف على زميله وخايف على ان هو عايز يكمل وخايف على محمد صبحي او جاد اللي نازل وراه، علشان لعيبه صغيرين ما لعبوش ولا ماتش دولي، فبالتالي ابو جبل خايف على زمايله وخايف على المنتخب وخايف على فرحه الجمهور والانقاذ التاريخي اللي عمل ابو جبل الحقيقه. دي طبعا بعض الجمهور، بعض صور من او بعض الفيديوهات من الطياره، من داخل الطياره للجمهور وهو رايح يتفرج على مباراه الكاميرون. بص حضرتك الناس مبسوطين وفرحانين وكل حاجه، ولكن هو يوم صعب جدا جدا، ولكن الناس مبسوطه وفرحانه، رايحه اشجع بلدي، رايحه اتفاعل مع بلدي زي ما حضراتكم شايفين، حاجه جميله جدا جدا. وفي النهايه هو ده الجمهور اللي يستحق كل حاجه حلوه. اللعيبه اللي بتموت نفسها دي بتموت نفسها عشان خاطر حضراتكم، عشان خاطر الجمهور ده. فبالتالي يا جماعه الجمهور ده جمهور غريب جدا، الجمهور غريب حلو يعني. حضرتك الجمهور ده بيشجع من وهو في الطياره. لا بجد والله ده يعني حاجه في منتهى الجمال. 7 8 ساعات المجموعه بتقول لي ان الشباب اللي موجودين يعني النهارده بعد المباراه بنتكلم نبارك لبعض اللي موجودين في الكاميرون، يعني بيقولوا لي الناس بتشجع من واحنا في الطياره لغايه دلوقتي ما نمناش يا كابتن. هو ده الجمهور المصري، هو ده احلى حاجه في الدنيا الحقيقه، ان انت تشوف مثل هذا الجمهور. وانا نفسي العب تاني، نفسي ارجع. انا والله بجد يعني الشغلانه الواحد بيشتغلها دي صعبه جدا، اسهل حاجه في الدنيا كانت ان الواحد بيلعب كره قدم. هتقول لي ازاي؟ هقول لك حاسس بضغط وكل حاجه، ولكن انا لوحدي لعيب بروح برفع اوفر كويس، الناس بتسقف على طول، بتاخد رد الفعل في ساعتها. فالحقيقه فرحانين جدا، الناس مبسوطه جدا، كلنا فرحانين وكلنا مبسوطين وكل حاجه، ولكن عندنا بقى مهمه تانية ان شاء الله في الدور قبل النهائي. هنلاعب الكاميرون صاحبه الارض، هنلاعب الكاميرون صاحبة الأرض والجمهور والحكام والملعب وصاحبة كل حاجة. اللي عايز يقول حاجة يقولها، محدش هيسكت على أي حاجة دلوقتي. احنا عايزين تحكيم عادل في المباراة القادمة، مش أنا لوحدي،
كل اي اعلامي رياضي هيطلع وغير رياضي هيطلع يتكلم، لان دلوقتي الكلام كله على وصول منتخبنا الوطني للدور قبل النهائي والناس كلها هتتكلم عن هذا الامر. فاحنا خلي بال حضراتكم على راي سيدنا الكابتن سيد عبد الحفيظ قبل كده، احنا لينا عندهم حاجه من 2017 وعايزين ناخدها ان شاء الله، نرجعها وناخدها ان شاء الله. ليه لا؟ كل حاجه ممكن وكل حاجه اقدر اكسب بهذا الاداء وبهذا. ايه يا جماعه الحلاوه دي؟ هو ايه اللي بيعمله محمد صلاح ده؟ محمد صلاح هذا القائد الرائع، هذا القائد التاريخي لمنتخبنا الوطني. ايه يا عم اسلام ده، انتوا من يومين ثلاثه، مش احنا طبعا، لكن سفير معانا سياده سفير، ازي حضرتك يا فندم؟ والف الف مبروك، وحابب ان انا اهنيك الحقيقه على الشكل الرائع اللي وتعبك الكبير جدا جدا الحقيقه. كل الناس بتشكر وكل الناس بتقول ان حضرتك بتتعب عشان يقدروا يتفرجوا على المباراه ويرجعوا تاني، فانا بشكرك جدا بالنيابه عن الكثير والكثير من مشجعين مصر الحقيقه في الكاميرون. سيد سفير طبعا مدحت المليجي، نفسي تشوف عندنا هنا المطار عامل ازاي والناس ازاي في منتهى السعاده. يعني الحقيقه المنتخب النهارده عمل شغل ممتاز جدا ورفع راسنا كلنا، اشعرني بالفخر وانا قاعد في المقصوره بتفرج على المباراه، قاعد وانا يعني منفوش الريش زي ما بيقولوا. أيوه. جنبي السفير المغربي وروجي ميلا كان موجود، رئيس الاتحاد الافريقي المغربي كان موجود، فالحقيقه الواحد كان يشعر بالفخر وكل بيهنيه على هذا الاداء المتميز. وشفنا قدامنا يعني 11 راجل في الملعب بالاحتياطي اللي نزل كانوا ارجل، والجمهور اللي موجود كان احسن واحسن، فالحقيقه كانت ملحمه كبيره الحقيقه، كل الناس لعبت دورها فيه ووصلتنا لهذه النتيجه المتميزه. ويمكن ربما النتيجه ما كانتش اكبر حاجه او هي سبب الفرحه او السعاده، ولكن الاداء المتميز للمنتخب بتاعنا اللي بيزيد مباراه بعد مباراه، والتماسك والترابط والانسجام بين اللاعبين والخطوط اللي بتقرب من بعض، الحقيقه يعني كان ماتش جميل جدا، وكلنا سعدنا جدا جدا بما رايناه. ويعني عشان الناس اللي قالت ان الفوز كان على كوت ديفوار بضربات الجزاء، يعني فالنهارده اثبتنا ان احنا قادرين على ان احنا نعمل احسن كمان من كوت ديفوار، رغم ان كوت ديفوار كان اللعب فيها كان متميز جدا. فالحمد لله على كرمه، وربنا ان شاء الله يكملها لنا على خير لغايه ما نوصل 6 فبراير باذن الله. سيادة سفير، يعني اولا احنا طبعا جايبين لحضرتك صوره دلوقتي، بتبعت لنا صور كتيره جدا من الكاميرون، وجايبين لحضرتك صوره دلوقتي وانت واقف مع مجموعه من الشباب، بتقول لهم ايه بقى؟ بتقول لهم الانستراكشن يعني التعليمات والكلام ده كله، ولا بتتكلم مع الجمهور المصري في ايه الحقيقه؟ لا الحقيقه بقول لهم على التنسيق اللي قدرنا نقوم بيه مع السلطات الكاميرونيه لتسجيل. ايوه يا فندم. فزي ما حضرتك عارف ان المفروض مثلا الكاميرون من الدول اللي بتشترط بي سي ار عند الوصول، في مطار الوصول لازم يعملوا بي سي ار لاي حد داخل سواء كان كاميروني او اجنبي، ولكن الحمد لله بالتواصل مع وزير الصحه عافانا من شرط البي سي ار، واكتفوا بالبي سي ار اللي قام به المشجعين في مصر قبل ما يركبوا الطياره، وان هم يقبلوه هنا في الدخول ثم الخروج مره ثانيه. ايوه يا فندم. وبالتالي ما ده اثر الوقت قوي اللي كانوا هيقعدوه هنا، بالاضافه الى اجراءات التاشيره الجماعيه اللي اخذناها، وبالتالي فما فيش تاشيره فرديه لكل واحد، واجراءات الخروج والدخول والاتوبيسات، ده اللي الحقيقه بنحاول نقول لهم عليه علشان يعني تعمل لهم عمليه يعني احاطه كده بالجو العام هيبقى ازاي، علشان كلهم جايين يمكن لاول مره الكاميرون. نعم. يبقوا عارفين بالظبط يتوقعوا ايه. سيد سفير اللي جاي ايه يا فندم؟ يعني عندنا مباراه ان شاء الله مهمه جدا مع الكاميرون، صاحب الارض وصاحب الجمهور وصاحب، يعني احنا بنقول هنا لسه كنت حتى بقول صاحب كل حاجه يعني، فاللي جاي والمباراه اللي جايه، وكيف يفكر سيد سفير مدحت المليجي فيما هو قادم الحقيقه، سواء للطياره اللي جايه او للجمهور اللي جاي او حتى لمنتخبنا الوطني. بالنسبه للطياره انا لغايه دلوقتي لابد ان اتواصل بقى مع يعني مصر عشان نعرف نتكلم على طياره. نعم. اكتر عدد الركاب كام عشان يا مسهل يا رب يا فندم، انا عارف ان حضرتك بتتعب، ولكن في النهايه الشعب المصري كله الحقيقه بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننقل دوركم. حاسين ان مصر جنبيهم واقفه في ظهرهم طبعا، وتشجعهم وبتقول لهم احسنتم، فالجمهور ده حاجه مهمه جدا، ربما يكون هو اللاعب رقم 12 او 13 و14 كمان اللي ساهموا في النتائج اللي حصلت على مستوى البطوله حتى الان. لكن اللي انا بتكلم عليه او اللي يهمني ان الناس تعرفه هو عمليه ان انا
الموضوع ما هواش حكر او 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 قرار، وليس فقط في ايدين الجانب المصري، ولكن في جانب كمان جانب كاميروني لابد ان نراعي امكانياته في استقبال طائرتين في نفس التوقيت، وما لا يكون هذا متاحا. انا دي ما اقدرش اقولها، هما سلطات الطيران المدني هنا اللي تقدر تقول لي، والتقاطر يبقى بينهم قد ايه؟ نعم يا فندم. هل ينفع الاثنين يجوا بينهم 5 دقائق 10 دقائق، ولا لابد من ساعه او 2 او 3 حسب ما هم يقولوا؟ في الحقيقه لوجستيات كثيره جدا لابد من تنسيقها قبل ان يتم اتخاذ قرار اذا كنا هناخد اكثر من طياره ولا لا. ده في الناحيه الاولى. الناحيه الثانيه بتتعلق بعمليه تامين اللاعبين وتامين المتفرجين في المدرجات. نعم. انا مهمني تامين اللاعبين، لان النهارده انت بقيت بتلاعب صاحب الارض. هو احنا شفنا تشجيع ملوش اول من اخر في مباراه كوت ديفوار، وكذلك النهارده المغرب، حسينا ان الجمهور كله معانا. لكن طبعا ده هينتهي بمجرد ما عرف ان المنتخب بتاعنا هيقابل الكاميرون، كده هم اصبحوا ما يعرفوناش. يعني هل من الممكن ان نجد بعض المعوقات اللي هتقابلنا خلال الفتره اللي جايه؟ او قبل مباراه الكاميرون؟ انا ما اظنش، لان طبعا هم يعني اوريدي في ملام كتير بيقع عليهم على بعض النواحي التنظيميه والاداريه اللي ما كانتش على المستوى، فهم مش من مصلحتهم يعملوا مشاكل للمنتخب المصري تؤثر على سمعه هذه البطوله اللي اخيرا استضافوها بعد 4 سنين من العذاب والتضحيات. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انا اعرف من بعض رجال الاعمال اللي ليهم عمليات هنا بتتم في الكاميرون مش عارفين ياخدوا فلوسهم، رجال اعمال مصريين مش عارفين ياخدوا فلوسهم، كل حاجه راحت على هناك يعني تقصد الاموال راحت للكانت. هم من مصلحتهم انها تطلع بطوله ناجحه وان ما يكونش فيها اي مشاكل قدر المستطاع، وبالتالي هم مش هيسعوا. لكن طبعا ما يمنعش ان ممكن يكون في بعض المشاكل البسيطه اللي حلها وارد، يعني ما هياش مشاكل تعوقنا عن الاستمرار في مسيرتنا الناجحه، ولكن طبعا ممكن يحصل حاجات صغيره من هذا القبيل، لكن مش عن قصد وتصور، لان هم من مصلحتهم انها تبقى البطوله ناجحه ويبقى الناس بتشيد بادائهم فيها وبالجوانب التنظيميه والاجرائيه اللي بيقوموا بيها. تمام يا سيد سفير. اخيرا يا سيد سفير، هل من الممكن اذا، طب متى سيكون القرار متواجد؟ طياره، طيارتين، 3 4، طياره واحده، محدش عارف. ده يعني هحاول من بكره لان مفيش وقت، انت عارف بالظبط. هو ده اللي انا بسال حضرتك عليه. فما عنديش وقت، فانا لازم من بكره ابتدي اشتغل علشان الحق ابتدي اخد الاجراءات والموافقات اللازمه والى اخره. يعني الموضوع ما هوش سهل طبعا، لكن من بكره صباحا على طول، ويمكن النهارده بالليل كمان بعد هذه المداخلات، ان انا على طول اتواصل مع الجهات المعنيه في مصر علشان ناخد القرار سريعا، وبالتالي نبتدي نشتغل هنا، سواء بان انا اتواصل مع الجهات الكاميرونيه على طياره واحده او اطلب زياده الدعم، لان هيبقوا اكثر من طياره. يعني ما تقلقوش، احنا هنيجي، دي مهم طبعا، يعني بالنسبه لكم انتم تطمئنوا ان احنا هنبذل اقصى جهد. بالنسبه للاعبين يهمني ان هم يعرفوا ان هيجي لهم اقصى جمهور ممكن نجيبه، وبالنسبه للاعبين يهمني كمان ان هم يكونوا في حاله التركيز العاليه اللي هم فيهم علشان يستمروا في مسيرتهم الناجحه باذن الله. سيد سفير، انا بشكرك جدا 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 باسم كثير جدا من الشعب المصري. الحقيقه كل الناس اللي كانت بتكلمني وسافرت الكاميرون ورجعت قالت لي اشكر لنا سيد سفير مدحت المليجي على المجهود الرائع. سيد سفير يعني السفاره بالكامل، يعني اشكر لنا كل واحد شغال في السفاره، كل واحد شغال علشان الجمهور ده يقدر يخش ويشجع بلده، ان احنا نصل الى الدور الثمانية او الدور قبل النهائي دلوقتي. اعتقد ان السفارة المصرية في الكاميرون كان لها دور في هذا الوصول، لولا التسهيلات اللي اتعملت ولولا كل هذه الامور اعتقد كان هيبقى الوضع مختلف. فانا بشكرك جدا يا سيادة السفير، وان شاء الله تكتمل الفرحة بالفوز بهذه البطولة. ميرسي يا كابتن اسلام، واحنا يعني جاهزين لقد كده 10 مرات طالما بنفوز وبنحقق النتيجه اللي نفسنا فيها، ونسعد هذا الجمهور الكبير 100 مليون اللي في مصر اللي مستنيين يسمعوا اخبار حلوه. انا اللي بشكرك جدا يا فندم، شكرا جزيلا. السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، زي ما حضراتكم شايفين الكل بيتضافر لشيء واحد فقط، هو كيف تستطيع ان تفوز مصر بهذه البطوله. انت عليت الطموح قوي يا اسلام. ايوه حضرتك، احنا بعد اللي بنشوفه النهارده وبعد هذا الاداء، انا الكاميرون منتخب كويس، منتخب ولكن أقل من المنتخب المصري. أيوة، يعني لو المنتخب الكاميروني فاز على المنتخب المصري هيفوز، إلا لو كان المنتخب المصري وحش، دي حاجة. لكن لو بنفس الأداء اللي لعبناه النهاردة
ونفس الاداء اللي لعبناه في كوت ديفوار هتكسب الكاميرون عادي. يعني الكاميرون منتخب قوي وعنده فينسنت ابو بكر ده افضل واحد فيهم والوينج اليمين، هنتكلم على كل الامور الخاصه بالمنتخب الكاميروني، ولكن لو محمد صلاح لعب زي ما لعب النهارده ولعب زي ما لعب في مباراه كوت ديفوار هنكسب هذه المباراه ان شاء الله، ونستطيع ان نصل للمباراه النهائيه، ولو ربنا كرمنا وقدرنا نكسب ان شاء الله منتخب الكاميرون ان شاء الله ان شاء الله هنحتفل هنا من هذا البرنامج اللي الحمد لله والشكر لله كان له دور كبير جدا في ايصال كل حاجه لحضراتكم تخص منتخبنا الوطني، زي ما بنعمل كده مع النادي الاهلي بالظبط، وزي ما هنعمل الفتره اللي جايه. بالمناسبه احنا بكره اجازه ان شاء الله، ويعني هنبتدي ان شاء الله بدايه من يوم الثلاث عاملين لحضراتكم برنامج الاهلي في المونديال، النادي الاهلي، بعثه النادي الاهلي ان شاء الله بكره هتسافر الى الامارات هتلعب طبعا كاس العالم للانديه، اولى المباريات هتبقى يوم 5 ابتداء من بكره او من بعد بكره ان شاء الله يوم الثلاث الساعه 10 بالليل، كل يوم هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره برنامج الاهلي في المونديال، ومفاجآت كثيره جدا 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 هتشوفوها حضراتكم خلال كل يوم هنكون بقى مع حضراتكم خلال الفترة القادمة في برنامج الأهلي في المونديال، ده فيما يخص النادي الأهلي. فعشان كده الحمد لله خلال الفترة السابقة في هذا البرنامج البيت الكبير ومن خلال قناة النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي في ظهرنا وكل جمهور النادي الأهلي داعم لقناته ولبلده قبل أي شيء لبلده، لأنه الفترة اللي فاتت الحمد لله والشكر لله كان هناك بعض الانتقاد اللي بالمناسبة أنا شخصيا على اتصال دائم بمجموعة كبيرة من اللي موجودين هناك الحقيقة يعني، وبقول لهم على كل اللي بسمعه من حضراتكم كجمهور، تقولوا مثلا إيه، طب هو ليه الراجل ما بيلعبش فلان وبيلعب فلان وبيعمل كذا كل ده كنا بنوصله علشان يصل للمدير الفني كارلوس كيروش اللي بيثبت في المباريات الكبيرة زي مباراة كوت ديفوار ومباراة المغرب النهاردة إن هو مدرب كبير بيعرف يحط اللعيبة في أماكنها وبيعرف يغير إمتى وبيعرف يعمل كل حاجة. هل ده معناه إن ما ينفعش ننتقد كارلوس كيروش بكرة أو يعني بعد كده؟ هننتقد، وده دورنا بالمناسبة. أنا بس عشان حضرتك ما تقولش أصل كنت بتقول حاجة من يومين ودلوقتي بتقول حاجة تانية خالص، لازم في الوقت اللي أنا أشوف إن منتخب بلدي ماشي وحش لا لازم نرجعهم تاني يمشوا كويس، زي ما بنعمل كده مع النادي الأهلي ومع فريق النادي الأهلي، لما الفريق بيبقى ماشي وحش بنرجع الفريق مرة تانية. لكن انت هنا بتتكلم عن منتخب مصر، منتخب مصر البلد اللي انت تربيت وعشت فيه. فالحقيقة أنا النهاردة بتكلم بحماسة وبتكلم لأن ده بلدي وده كل حاجة عندي، أنا بلدي اسمها مصر، فبدور على منتخب مصر بيعمل إيه، وأتمنى إن شاء الله نصل لنهائي البطولة ونفوز بهذه البطولة إن شاء الله إن شاء الله. طب والأهلي هنعمل برنامج الأهلي في المونديال وهنبقى مع النادي الأهلي كل يوم 3 أو 4 ساعات غير طبعا يوميا طول النهار من خلال شاشتكم شاشة قناة النادي الأهلي كواليس كل حاجة بتحصل في بعثة النادي الأهلي كل ما يتاح، احنا متعودين على كده طبعا مع حضراتكم وحضراتكم عارفين كل ما يتاح هتلاقيه من خلال شاشة النادي الأهلي أو من شاشة قناة النادي الأهلي من أول ما البعثة تركب الطيارة أو من وهي رايحة الطيارة لما تركب الطيارة وتنزل أبو ظبي لغاية إن شاء الله إن شاء الله ما يكرمنا ونرجع بالسلامة مع بعثة النادي الأهلي. إحنا هنكون مع حضراتكم من هنا من داخل استديوهاتنا هنا في مدينة الإنتاج الإعلامي، بس معانا كرو هناك متواجد وبيعمل لنا كل حاجة وبيعرفنا كل حاجة عشان كل جمهور النادي الأهلي يبقى بيطمن على منتخب بلده وبيطمن على ناديه من خلال شاشتكم شاشة قناة النادي الأهلي، وده دايما اللي بنسعى ليه خلال وجودنا في قناة النادي الأهلي. فبالتالي من بعد بكرة إن شاء الله إن شاء الله أو من بكرة الساعة 4 هي الطيارة هتطلع الساعة 4 هتلاقوا هنا على شاشة قناة الأهلي في تغطية مستمرة دائما النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي وهي بتغادر من مطار القاهرة إلى مطار أبو ظبي، وإن شاء الله ابتداء من يوم الثلاث برنامج الأهلي في المونديال كل الأخبار الخاصة ببعثة النادي الأهلي هتلاقوها معانا هنا إن شاء الله ولقاءات حصرية على شاشة قناة النادي الأهلي.
انا عايز اتكلم عن محمد صلاح يعني بجد، لانه الفتره اللي فاتت محمد تم انتقاده بشده بشده، وبالمناسبه هو مش زعلان، محمد مش زعلان ليه؟ لانه بيقول انه في الاخر انا بلعب باسم بلدي ونفسي اكسب. انا قلت لحضراتكم هنا قبل كده ان محمد صلاح تقريبا كل يوم، تقريبا كل يوم بيعمل محاضرة مع كل اللاعبين، من أو محاضرة طويلة حوالي تلت ساعة أو نص ساعة. أنا اتأكدت الكلام ده من يعني من الناس اللي بتعمل كده، كل الناس بتقول هذا الكلام. محمد بيحب هذا البلد بكل ما أوتيه من قوة، ممكن يكون وحش في بعض المباريات ده طبيعي، كل لعيبة الكرة كده يا جماعة. امتى نبقى نشد عليهم وامتى نقول لهم انتوا كويسين؟ يستحق النهارده ان احنا نقول محمد صلاح جاب الجون الاول وعمل الجون الثاني، الكورتين بس اللي عملهم، انا مش عايز اكتر من كده من محمد صلاح خلال الفتره اللي جايه. فالحقيقه محمد صلاح يستحق كل الاشاده وكل الاحترام، وهو طبعا هو هيظل دائما فخر العرب، ولكن ما عنديش مشكله ان انا في يوم من الايام انتقد اداء محمد صلاح، لكن في نفس الوقت بقول قد ايه ان احنا عندنا قائد عظيم جوه الملعب بيقدر يعمل كل حاجه. والحقيقه التواصل اللي ما بينه وما بين كيروش واضح جدا جدا. النهارده محمد افضل لاعب في هذه المباراه، محمد صلاح افضل لاعب في هذه المباراه، يستحقها وعن جداره. محمد يستحق كل التحيه، كل التقدير، كل الاحترام. ان شاء الله ان شاء الله المباراه القادمه أمام الكاميرون تبقى الأمور أفضل، اللي بعدها إن شاء الله نفوز بهذه البطولة، على الرغم من المباراة اللي جاية مباراة صعبة جوه الملعب وبره الملعب. جوه الملعب إحنا قادرين، لكن بره الملعب ما هعمل إيه؟ حكم بيحسب عليا زي الحكم اللي النهاردة شفناه. الحكم النهاردة كان غريب جدا، تحس إن هو مش عايز منتخب مصر يكسب. أنا راجل لعيب كرة وفاهم يعني، سألت ناس، كنا قاعدين مجموعة كبيرة لعيبة كرة قاعدين مع بعض، كلنا بنقول نفس الكلام، كلنا بنقول نفس الكلام. هل عشان هو من السنغال؟ معرفش. المباراة خرجت على أفضل وجه من ناحية إن مصر بتلعب المغرب. الحاجات اللي بتحصل دي يا جماعة بتحصل في كل الماتشات، أو حضراتكم بتشوفوها كتير، مش في مباريات أي مباراة ديربي بيحصل فيها كده، الحاجات البسيطة دي وشد كلمتين وخلاص. لكن في النهاية اللي أنا عرفته يعني إن ما بعد المباراة الكل سلم على بعضه وحضنوا بعضه وبسوا بعضه، ألف مبروك المغاربة، بيقولوا لنا ألف مبروك، لأنهم إحنا بلد واحد بالمناسبة. مصر المسار في مصر يعني والمغرب بلد واحد، قد إيه بنحبهم جدا وقد إيه هم بيحبونا جدا. فمش عايزين مثل هذه الأمور تخلق، لا. وده واضح جدا على السوشيال ميديا ان الشعبين شعبين، تحس ان هم قريبين جدا من بعض في كل شيء. لكن النهارده الحكم الحقيقه السنغالي ماجيت ناداي عايز، تحس انه عايز يسرق مننا الماتش، تحس انه عايز يسرق مننا الماتش، مش عايز منتخب مصر يكسب. والله انا حسيت بكده يعني، في لعيبه كره كانت قاعده معايا بسالهم قالوا لي احنا حاسين بكده، معرفش ليه. بيبان من هجمه بيحسبها، فاول بيحسبه، صفاره بيعملها، بتاع تفهمش النهارده، ما تفهمش في ايه. وكلها خد بال حضرتك فاولات مؤثره على ال 18، افتكر كده الفاولات اللي اتعملت كلها، واتعملت كلها من ناحيه اليمين، من ناحيه اشرف حكيمي عشان يحطها كويس. فيعني ما تفهمش النهارده في ايه، لكن اداء رجولي ورائع من كل اللاعبين خلاك تقدر تكسب هذه المباراه. اداء ولا اروع ولا احلى ولا اجمل ولا قول زي ما تقول، قول زي ما تقول، اداء تكتيكي ممكن ما يبقاش حلو قوي، لكن التكتيك وقف ده هنا وده بيغطي بيروح امتى وده بيقف امتى وده بيعمل امتى وده بيتحرك امتى. لا بصراحه شابو كارلوس كيروش على هذا الاداء التكتيكي اللي جوه الملعب بشكل رائع جدا جدا جدا. محمد عبد المنعم والسوليه والنني، الثلاثه دول عملوا مباراه جامده جدا. محمد عبد المنعم تحديدا عمل مباراة هايلة. كل اللعيبة مركزة، كل الناس عايزة منتخب مصر يفوز، كل اللاعبين عايزين منتخب مصر يفوز. يعني ألف مبروك لمنتخبنا الوطني، يستحق كل التحية، يستحق كل التقدير. إن شاء الله عايزين هذه البطولة، عايزين نكسب هذه البطولة.
البطوله دي ان شاء الله تكون بتاعتنا. انت بتقول كده دلوقتي؟ ايوه هو ده الوقت اللي انا لازم اقول فيه، وهو ده الوقت اللي احنا هنقف فيه ورا منتخبنا الوطني اكتر واكتر خلال الفتره اللي جايه. ولكن لن ننسى النادي الاهلي كل يوم حضراتكم ابتداء من يوم الثلاث، برنامج الاهلي في المونديال، كل اخبار النادي الاهلي هتكون معانا على شاشه قناه الاهلي. ف دايما البطوله او بطوله افريقيا مهمه جدا جدا بالنسبه للشعب المصري. ربنا هيكرمنا ونحاول على قد ما نقدر ان شاء الله ان ربنا يكرمنا ونفوز بهذه البطوله. طيب عندنا تقرير، خلينا نطلع للجمهور حضراتكم كالعاده نشوف ايه راي جمهور مصر بعد فوز منتخبنا الوطني على منتخب المغرب، وبعد كده نرجع نتكلم عن اخبارنا واخبار البيت الكبير. مبروك لمصر والمنتخب مصر وكل المصريين، وبصراحه يعني اداء متميز من الشوط الاول. يعني اللعبه كلها بصراحه عملت اللي عليها، وبقول مبروك لمنتخب مصر واللعيبه كلها، والف الف مبروك. هو ده اللي يليق بمنتخب مصر طبعا، نتمنى الاحسن ان شاء الله البطوله لينا باذن الله. وهو ده المنتخب اللي احنا فعلا كنا منتظرينه من اول البطوله، وان شاء الله الماتش الجاي واللي بعده والكاس يرجعوا بيه باذن الله، والف مبروك مصر وارض الله المنتخب المغربي. هنقول طبعا رئيس الجمهوريه مبروك لمصر كلها والجمهور المصري كله والشعب المصري كله. الماتش النهارده جميل قوي من الفريق المصري والفريق المغربي، مباراه جميله جميله من الفريقين. مبروك لمصر، وكان ديربي عربي يعني كويس الحمد لله يعني، وان شاء الله التمنه بتاعتنا ان شاء الله البطوله بتاعتنا. صراحه الماتش كان كويس جدا، والعيال بذلوا مجهود جامد جدا، والحمد لله ان شاء الله في النهايه باذن الله نكسب باذن الله. مبروك لمصر، الماتش الجاي صعب ان شاء الله يعدوه. مبروك لمصر وتحيا مصر، لعيبه رجاله وشرفتونا. ما شاء الله عليهم، كانوا لعيبه رجاله، وان شاء الله نكسب الكاميرون وناخد البطوله ان شاء الله بعد غياب طويل عن مصر ان شاء الله. مبروك للمنتخب المصري وهارد لك للمنتخب المغربي، وان شاء الله نكسب ماتش الكاميرون وان شاء الله نفوز بالبطوله ان شاء الله. الف مبروك لمصر وكده، وقدمنا حاجه حلوه، هو ده المنتخب اللي كنا مستنيينه يعني، وعدينا كل حاجه ان شاء الله ناخد البطوله وخلاص. الف مبروك لمصر والمصريين كلهم، الف مبروك، عملوا ماتش رجاله وكان قدها الحمد لله. الف مبروك طبعا لمصر، ويعني ماتش عالمي، والكابتن محمد صلاح اهدى لمصر فوز، وكابتن شناوي يعني وكابتن ابو جبل دول ابطال الحقيقيين للمعركه بتاعت النهارده. نذكر لعيبه مصر والفريق ابو جبل طبعا، وان شاء الله يا رب بقى نصعد بقى وناخد الكاس يا رب باذن الله ان شاء الله. الف مبروك طبعا لمصر، واي نعم احنا الشوط الاول ما لعبناش باحسن حاجه، بس الشوط الثاني ادينا، وادينا كمان في الاكسترا تايم. اتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل للنهائي وناخد البطوله وتبقى الثامنه. الف مبروك واللعيبه رجاله جدا جدا، وطبعا الف شكر لابو جبل وصلاح، كينج بجد، ربنا يعني ينصرهم ان شاء الله وان شاء الله للنهائي. الف مبروك النهارده المنتخب مصر قدم اداء عالمي وكسبنا، وان شاء الله نكسب البطوله. بنشكر منتخب مصر الجميل اللي لعب بروح مصر وفانله مصر، وبنشكر ابو جبل اللي هو اتعور، وبنتمنى السلامه للشناوي باذن الله، وان شاء الله الفوز على الكاميرون بالروح اللي بروح فانله مصر وبروح مصر والنادي الاهلي الجميل ده اللي وشه حلو على فريق مصر، وان شاء الله نوصل للنهائي والناس كلها هتفرح باذن الله. ودايما مصر هي قمه العرب وقمه افريقيا في كره القدم. هي دي الفرحة، وهو ده الجمال، وهو ده دايما اللي احنا بننتظره من منتخبنا الوطني. زي ما حضراتكم شايفين الناس كلها ولا فارق معاهم ابو جبل، ولا فارق معاهم عمرو السولية، ولا ده بيلعب فين، ولا ده بيلعب فين، لا الكل بيلعب باسم مصر. الظروف اللي بيلعب فيها منتخبنا الوطني ظروف صعبة جدا جدا، مش اي ظروف وخلاص. بص والله انا ده اللي استشفى حضرتك اللي موجود في الكاميرون. طبعا فوت 22 هي اللي عامله الصوره، ف
يعني عظيمة يا مصر الحقيقة، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. ده صلاح أحسن لاعب في العالم، وده عمرو السولية واحد من أفضل اللاعبين في خط الوسط ونجم النادي الأهلي في أفريقيا وفي مصر. أنا مش عارف مين التالت الحقيقة، لكن تقريبا تريزيجيه التالت يعني. فيعني الحقيقة حاجة مش ممكن يعني اللي حضراتكم شايفينه ده. وبالمناسبة أنا بتكلم وبتكلم عن تريزيجيه زي ما أنتوا سمعتوا، أنا بقول لحضراتكم إن أنا مين ما بيحبش تريزيجيه؟ أنا بحب تريزيجيه، بتحبه؟ أنا بحبه زيادة عن اللزوم، ماشي. لكن لما باجي أتكلم فني، لو تريزيجيه وحش بنقول إن هو وحش، ما عندناش مشكلة. ليه؟ لأن إحنا متأكدين إن تريزيجيه ده جوهرة من الجواهر الحلوة في منتخبنا الوطني. ضرب الجزاء، انت لما تيجي تفكر في كاس العالم اللي فات في روسيا، هو مين اللي صعدنا كاس عالم؟ مجهود اللاعبين والجمهور وكل حاجه، ولكن مين اللي عمل ضربه الجزاء في الدقيقه اللي احنا شاطها؟ صلاح طبعا، لكن مين اللي عملها؟ محمود حسن تريزيجيه. طيب تريزيجيه كان بيعمل كده ليه النهارده؟ هو ما كانش زعلان بالمناسبه ان الناس بتنتقده، لانه تريزيجيه من اللعيبه اللي بتحب بلدها قوي قوي قوي. هو كان زعلان ان هو نفسه يعمل حاجه اكبر لبلده. انا حتى قلت لحضراتكم والماتش اللي فات، انا لما جيت اتكلم عن تريزيجيه قلت لي ايوه عشان انت بتحبه، فده مش مساله ان انا بحبه. حضرتك لعيب نزل في نص ساعه راح للجون 6 مرات أو 5 مرات، جابهم او ما جابهمش دي توفيق وعدم توفيق ولياقه ومش لياقه، وبقاله كتير ما بيلعبش ونقدر نتكلم فيها. ولكن اللعيب الوحيد اللي لما نزل راح للجون 5 6 مرات في مباراه كوت ديفوار في وسط الافيال. فتريزيجيه النهارده لا، تريزيجيه النهارده راح للجون وجاب جون بقى. قال لك دي بلدي، انا بحب بلدي وعايز. هو ما كانش زي ما بقول لحضرتك، هو ما كانش زعلان من اي حاجه. هو كان زعلان، تريزيجيه كان زعلان انه عايز يعني عايز يقول ان انا بعمل كل حاجه. هو فعلا بيعمل كل حاجه، ولكن اللياقه البدنيه بتعلى شويه النهارده. الماتش الاولاني، الثاني افضل، الثالث افضل، الرابع شفته النهارده عامل ازاي. الماتش الجاي ده تريزيجيه ده هو اللي هيكسبنا ان شاء الله، مع كل اللاعبين وبمساندة كل اللاعبين كلهم يكسبونا، وهو ده اللي احنا عايزينه. هو ده دايما اللي احنا عايزينه. مين؟ طيب كويس جدا، معانا ميدو حسن شقيق النجم الكبير محمود حسن تريزيجيه. ازيك يا ميدو؟ مساء الفل يا كابتن. مساء الجمال والف الف مبروك. يعني الله يبارك فيك يا كابتن. قد ايه احنا مبسوطين وقد ايه احنا فرحانين وقد ايه بمنتخبنا وانا شخصيا وكل جمهور النادي الاهلي وكل جمهور مصر فرحان بتريزيجيه. والله احنا كلنا فرحانين بيه. انا ميدو صاحبه مش اخوه. او صاحبه يعني، ما هو في الاخر اخوات يعني. احنا اخوات وحبايب. وهو طبعا يعني من الناس المحترمه جدا ويستاهل الخير، ربنا عوضه خير وتعبه وراجع من اصابه كبيره مش اي حد بيرجع منها. والحمد لله ربنا عوضه خير، وهو يستاهل كل خير طبعا. من الناس المحترمه جدا ومن الناس اللي بتتعب وبتستايش ربنا في شغلها وعارف ربنا وكويس جدا ويستاهل كل خير والله يا كابتن. وهو يعني هيفرح مصر كلها يا رب. عنده كتير لسه، انت عارف تريزيجيه طبعا. واحده واحده معلش. المباراه الاولى غير الثانيه غير الثالثه غير الرابعه غير النهارده. النهارده الوضع مختلف. كان غايب شويه عنه وهو عنده كتير لسه يا كابتن والله. اخر مره كلمته امتى يا ميدو؟ كلمته بعد الماتش على طول، قبل الماتش قلنا له النهارده ربنا كبير، وان هو بعد قبل الماتش قلنا له لسه هتيجي ان شاء الله، انت بتعمل اللي عليك والملعب وحش وراجع من اصابه جامده. وبعد الماتش كلمناه وباركنا له وقال لنا ان الحمد لله ربنا عوضه خير وتعبه ولسه ان شاء الله لسه عنده كتير كمان وربنا كبير. طيب هل فعلا تريزيجيه راح نادي في تركيا اعاره؟ لسه ما نعرفش، ما سالناهوش على الموضوع ده لسه، ما حدش اتكلم معاكم في الموضوع ده ولا هو ها. لكن احنا قلنا سمعنا ان رئيس النادي التركي طلع واتكلم في هذا الامر وقال ان تريزيجيه بيني وبينك احسن ان هو يروح ويلعب، افضل كتير جدا من هو تريزيجيه. مش فارق معاه يروح فين، بس هو اهم حاجه عنده يلعب. عايز يلعب بالظبط، هو عايز يلعب لان هو عايز يثبت نفسه، لان هو عنده طموح عايز يثبته. هو مش فارق معاه يلعب في دوري انجليزي او في دوري، اهم حاجه انه يلعب واهم حاجه انه يتشاف تبقى رجله في الملعب، وانت عارف كده يا كابتن كويس. طبعا طبعا طبعا، هو بيحب كده. فهو يعني مش فارق معاه، اما يروح الدوري التركي دي حاجه كويسه جدا ليه، عاره يقدر يرجع كويس وهيروح على حته احسن ان شاء الله، ان هو قبل الاصابه كان ان شاء الله رايح حته كويسه جدا بس ربنا مش راتب له، فان شاء الله هيعوضه خير النهارده كده اما فرحنا كلنا. هو دايما بيفرحنا، هو اللي بيعمل كاس عالم طبعا. كان احساسه ايه يا ميدو الفتره اللي فاتت؟ يعني الفتره اللي فاتت كانت الامور صعبه شويه،
كان احساسه ايه؟ التوفيق كان بس ضايع شويه، ولما رجع من الاصابه واحده واحده كانت نفسيته تعبانه، وبعدين واحده واحده بدات نفسيته تبقى كويسه شويه، والحمد لله هو على طول قريب من ربنا على طول، ما فقدش الامل وطول عمره عنده ثقه في نفسه الحمد لله، وكلنا بندعمه والحمد لله. يعني هو قدر يرجع يقف على رجله تاني ويلعب ماتشات قويه جدا، كوت ديفوار لعب كويس جدا، بس التوفيق جاب النهارده الحمد لله. النهارده كان صوته احسن تهيألي من الكام يوم اللي فاتوا. ها الحمد لله كان فخور بنفسه جدا الماتش اللي فات، يعني الناس اتكلمت ان هو ضيع وكده، بس هو راجع من اصابه رباط صليبي، اي حد لو مر بالظروف دي طبعا زمانه بيلعب كوت ديفوار دلوقتي خالص. ايوه فهو رجع من اصابه قويه والحمد لله قدر يلعب ووقف على رجله وضيع كتير، بس يعني الحمد لله مفيش توفيق. فالنهارده الحمد لله ربنا عوض له اللي فات خير، وقدر يفرح مصر كلها هو ومحمد صلاح، والحمد لله يعني انت شفت يا كابتن كل الناس اللي لعبت النهارده، والحمد لله هو قدر ينتج تعبهم ده بجون ان شاء الله وعوضهم خير، ولسه اللي جاي احسن ان شاء الله. حبيبي يا ميدو، لما تكلموا المره الجايه قول له الشعب المصري كله واقف معاكم، وان شاء الله ان شاء الله احنا بظهركم يوم الاربعاء اللي جاي، مصر كلها ال 105 مليون ولا ال 110 مليون ان شاء الله، اللي هيقدر يسافر يسافر ونبقى في ظهره، كلنا بنقول يا رب ان شاء الله تريزيجيه تحديدا يكون له دور ان شاء الله في فوز منتخبنا الوطني ووصوله للمباراه النهائيه والفوز بهذه البطوله. ان شاء الله هو اللي هيجيب البطوله يا كابتن ان شاء الله. يا رب يا ميدو ان شاء الله. فرح مصر كلها. انا بشكرك جدا يا ميدو على وجودك معانا، شكرا جزيلا. زي ما قلت لحضراتكم ميدو حسن صديق اخو، خليني انا عارف اصل العلاقه، فميدو حسن شقيق او صديق تريزيجيه. النهارده في اخبارنا في كاس الرابطه، النادي الاهلي كاس الرابطه الناس بتتكلم عن كاس الرابطه كويس يعني تمام. الاهلي بيتعادل مع البنك الاهلي 1-1 النهارده في كاس الرابطه. ناس كتيرة جدا عماله تقول لي انت ما قلتش رايك في هزيمه النادي الاهلي السابقه امام سموحه بثلاث اهداف مقابل لا شيء. طب انا بس عايز اسال حضراتكم سؤال، ده هدف النجم وليد سليمان النهارده، حاجه يعني محترمه جدا يعني وليد ده، والله حاجه جميله جدا النهارده. وخلينا نتكلم بواقعيه وبعقل وبمنطق. دلوقتي النادي الاهلي اتغلب 3-0 في المباراه السابقه، هل ده طبيعي؟ مش طبيعي. طيب هل انا كمدير فني، لو انا اي واحد من الناس اللي موجوده اللي بتشجع النادي الاهلي، لو حضرتك المدير الفني للنادي الاهلي مش هتبقى عايز تلعب بافضل لعيبه عندك مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور، خصوصا ان انت عارف ان جمهور الاهلي لا يقبل الا الفوز بالبطولات حتى لو كانت بطوله وديه؟ طبيعي جدا صح؟ تمام. طيب انا عندي لعيبه جايه من كورونا، 6-7 لعيبه عندهم كورونا وجايين من كورونا، ألعبهم ولا ما ألعبهمش؟ دي مدارس. خلي بال حضرتك أنا ما بقولش إن موسيماني صح ولا غلط، أنا اللي بقوله إن هي مدارس. المدرسة اللي أنا أمشي فيها مثلا، يعني واحد يقول لك إيه، أنا مدرستي إن أنا ألعب الناشئين الخمس ماتشات بتوع الكاس الرابطة واللعيبة بتوعي أحافظ عليهم وأقفل عليهم وأعمل عليهم كل حاجة، وألعبهم نص ساعة ماتش من الماتشات وبعدين أرجعهم أقفل عليهم تاني، خوفا من الاصابات او خوفا من الكورونا. دي مدرسه. لو المدرسه دي كانت نجحت وقدرت تكسب مثلا الماتش اللي فات 1-0، كانت الناس كلها هتطلع تسقف لموسيماني، الله عليك الله عليك يا مستر. انا عارف الكلام اللي كان هيتقال، الله عليك يا مستر. ولكن في مدرسه تانية كانت تقول لك ايه، العب بافضل لعيبه عندي واشوف مجموعه ناشئين ويكملوا. ولو المدرسة التانية دي كانت نجحت كانت الناس طلعت تسقف، الله عليك يا موسيماني الله عليك يا مستر، والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. ولكن المدرسة اللي اختارها موسيماني أو الطريق اللي اختاره موسيماني قد يكون في بعض المطبات اللي حصلت. لكن أي مدير فني للنادي الأهلي، خد بال حضرتك إن أي مدير فني للنادي الأهلي لو ما يعرفش النادي الأهلي، أي مدير فني جاي طبعا هيبقى عارف كل حاجة عن النادي الأهلي، ولكن حتى لو ما يعرفش النادي الاهلي بعد يومين ثلاثه بيبقى عارف ان الجمهور النادي الاهلي 80-90 مليون ولا 70-80 مليون اهلاوي اللي موجودين عايزين يكسبوا كل الماتشات وكل البطولات، وديه مش وديه، رسميه مش رسميه، عايزين يكسبوا، كاس عالم مش كاس عالم عايزين يكسبوا.
فعمره ما هيخاطر ان هو يلعب الا بالناس الكويسه اللي عنده. وده اللي كان موسيماني بيحاول يعمله. عنده مجموعه من اللاعبين عندهم كورونا، هو خد الطريق ان هو يلعبهم مباراه من ضمن الخمس مباريات عشان يجهزهم لكاس العالم، في ظل ان انت دلوقتي 90% 100% مش هيبقى معاك محمد الشناوي، مش هيبقى معاك حمدي فتحي، مش هيبقى معاك عمرو السولية، مش هيبقى معاك محمد شريف، مش هيبقى معاك ايمن اشرف، الخمسه دول مش هيبقوا معاك. وكان معاهم اكرم توفيق اتصاب في اول البطوله، ادي السته بتوعك اللي في النادي الاهلي، فالسته دول خلاص وصول منتخبنا الوطني للدور قبل النهائي السته دول مش هيكونوا معاك. لان لو ما لو لا قدر الله لا قدر الله في مباراه الكاميرون القادمه حصل اي حاجه، النادي المنتخب هيلعب تلت ورابع، وبالتالي المجموعه دي مش معاك خلاص. طيب انا كمدير فني اتصرف ازاي؟ في تلت اربع خمس طرق، التلت اربع طرق اي طريق خدته ونجح الناس كلها هتسقف لك، اي طريق خدته وما نجحش الناس كلها هتقول ان انت مدرب فاشل وان انت كذا وان انت كذا وان انت كذا. ده بشكل عام، انا بتكلم بشكل عام عشان ما تاخدوش مدرب فاشل دي تحطوها على حاجه وتعملوها فيديو وتطلعوها، انا عارف، فانا بقول اهو انا بتكلم بشكل عام. فايه اللي جاي؟ اللي جاي ان احنا عندنا كاس عالم، هنقف في ظهر فريقنا لغايه اخر لحظه. لو انا هرجع العب يعني ما عنديش مشكله. لو هنرجع فلان كابتن خطيب نرجعه يلعب ما عندوش مشكله، هنفضل واقفين ورا فريقنا ونشجع فريقنا ونقول ان فريقنا هيكسب لغايه اخر، لغايه لما حكم يصفر في مباراه مونتيري وينهي المباراه. هو ده النادي الاهلي وهو ده جمهور النادي الاهلي وهو ده اعلام النادي الاهلي، على الحلوه والمره معاه، او في الحلو وفي الصعب معاه، او في السهل وفي الصعب معاه. مش عشان احنا عندنا 3 4 5 6 7 لعيبه 8 9 لعيبه مش موجودين هنشيل ايدينا، لا مش ده. جمهور الاهلي مختلف وهتشوفه، حضراتكم هتشوفوا. والنادي الاهلي بكل المنظومه نفسها، المنظومه نفسها من اول كابتن خطيب لغايه اصغر حد فيها مختلف. هتقول لي ازاي؟ هتشوف. الاجتهاد والعمل والاصرار وكل شيء، وهنحط كل حاجه ورا ظهرنا. عندي ست لاعبين مش هيكونوا موجودين معايا هشجع فريقي، عندي بدر بنون مصاب هشجع فريقي، عندي اكرم توفيق مصاب هشجع فريقي، عندي مجموعه لاعبين اخرى مصابين وقد يحدث ان يكون عندهم كورونا في الفتره اللي جايه وما يبقوش موجودين معايا في كاس العالم، هقف ورا فريقي واشجع فريقي، وهبقى عايز فريقي يكسب مونتيري المكسيكي. هو ده النادي الاهلي بمنتهى البساطه. اللي عايز يقول بقى موسيماني غلطان، موسيماني مش غلطان، اللي يقف مع موسيماني، اللي ضد موسيماني، ما اللي عايز يقول حاجه يقولها، ما عنديش اي مشكله في الانتقاد، الانتقاد الفني، ولكن احنا في ظهر فريقنا لغايه لما نموت احنا. يعني دايما يقول لك ايه على الحلوه والمره معاه، احنا على الحلوه والمره مع النادي الاهلي. هو ده مشجع النادي الاهلي، وهو ده الفارق ما بين مشجع النادي الاهلي ومحب النادي الاهلي واي حد تاني. خلي بال حضرتك، مشجع ومحب النادي الاهلي، لا لا، ورا فريقي مهما كانت الظروف. اتمنى، كنت اتمنى ان السته بتوع المنتخب يكونوا موجودين والمشكله دي كانت تتحل من بدري زي ما النادي الاهلي. ده كابتن خطيب يعني الانتخابات كانت في شهر 11، كابتن خطيب قبلها باسبوع 10 ايام كان موجود في مع كابتن شوبير في اون، اتكلم عن الموضوع ده، واحنا كنا بنتكلم قبلها بشهر ان يا جماعه في تعارض وفي تضارب في المواعيد، ما تحلوا لنا الموضوع ده. ليس كل ما يعرف يقال. الجمله دي انا هحطها هنا، هات بدل الكلمه هنا احطها، لان ما ينفعش اشيل البيت الكبير، احطها كده، ليس كل ما يعرف يقال. ونفسي اسال الكابتن احمد مجاهد وانا على الهوا دلوقتي والله، وبنفسي صافيه جدا، عايز اسال حضرتك يا كابتن احمد، هو انت قلت الجمله دي ليه؟ الاهلي هيلعب ازاي بكامل نجومه يا كابتن؟ الحقيقه ليس كل ما يعرف يقال، هي كل ما تيجي تتكلم مع حد ليس كل ما، لكن احنا ولا هنحط ده كجمهور النادي الاهلي، يعني كل ده هنشيله على جنب، وهنفضل نشجع فريقنا، وهنعمل هنا من خلال قناه الاهلي تغطيتنا من اول يوم، من اول دقيقه ان شاء الله، من بكره الساعه 4:10 او من قبلها كمان، من الساعه 12 واحده والطياره طالعه،
وهنسيبكم بس وقت الطياره، ولما الطياره تنزل هنكون مع حضراتكم، هنوري حضراتكم كل حاجه، لان هو ده. وهنفضل واقفين ورا فريقنا بكل ما اوتينا من قوه، حتى لو هنلعب بالشباب اللي لعبوا في اول مباراتين ثلاثه امام الجونه والاسماعيلي والمقاولين، ما عنديش اي مشكله. هفضل ورا ظهر في ظهر فريقي، وهفضل اقول بحبك يا اهلي، هفضل اقول بحبك يا اهلي، وهفضل دايما في ظهر نادية. النهارده كان في اجتماع البعثه او البعثه اللي هتسافر مع كابتن محمود الخطيب. كالعاده الحقيقه كابتن محمود الخطيب بيقول التعليمات اهم حاجه بالنسبه له الفريق، دي اهم حاجه بالنسبه للكابتن محمود، مش عايز حاجه تانية. يعني هو الكابتن مش جاي يتكلم مثلا يقول لك لا، اهم حاجه ان كل حاجه تبقى الدنيا كويسه، والدنيا الفريق يبقى على اتم الاستعدادات، وما نعمل لهمش دوشه وما نعمل لهمش كذا، المتاح بس هو اللي يتصور يا جماعه مش كل حاجه. كابتن خطيب وهو بيقول تعليماته خلال الفترة اللي جاية، وبيستأذن الناس الحقيقة، وبيقول لهم يا جماعة أنا معلش عندي دكتور يوم اتنين، فأنا هعتذر عن رئاسة البعثة. وحكوا طبعا يعني أنا تشرفت في أن أنا أكون متواجد في البعثة أو في هذا الاجتماع كابتن، يعني كنا لازم نبقى موجودين عشان نعرف الدنيا هتبقى ماشية ازاي. طبعا أنا مش هسافر، أنا موجود هنا مع حضراتكم، لكن كنا موجودين عشان نعرف الدنيا هتبقى ماشية ازاي. عموما كابتن خطيب اتكلم ان هو مش عايز حاجة غير ان تركيز الفريق يبقى على اعلى مستوى، على اعلى مستوى. كابتن حسام غالي والكابتن محمود الخطيب، وكان الدكتور محمد شوقي، والاستاذ خالد المهندس خالد الدرندلي، طبعا خالد مرتجي، انا اسف، خالد مرتجي امين الصندوق للنادي الاهلي، والاستاذ طارق انديل، والاستاذه حنان الزيني، والجميع الحقيقه كانوا موجودين، والدكتور محمد شوقي انا قلته، وكل المجموعه كانت موجوده للتنسيق فيما هو قادم في هذه السفرية. ومجموعة العمل التابعة لقناة النادي الأهلي كانت موجودة برضو علشان نسمع الكابتن كان بيقول ايه، وعشان نشوف الفترة اللي جاية الدنيا هتبقى ماشية ازاي. وخلال هذه البعثة كابتن خطيب شدد على الالتزام بكل قوانين ومعايير الفيفا علشان لنجاح هذه الرحلة. طبعا كابتن أمير توفيق مدير التعاقدات التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي كان موجود، الأستاذة نسمة كانت موجودة، الجميع الحقيقة كان موجود في هذا الاجتماع عشان نقدر أو يقدر يكون هناك تغطية شاملة لكل ما سيحدث خلال هذه الرحلة، وفي نفس الوقت يكون هناك تركيز كامل للفريق بعيدا عن أي حاجة تانية. فاللي عايز أقوله لحضراتكم أنه كان رحلة أو كانت اجتماع رائع جدا، اتكلم فيه الكابتن خطيب، وهو زي ما بقول لحضراتكم أنا كان مهم جدا أقول لكم أنه هو قال، الكابتن محمود قال أنه هو مش هيكون موجود إن شاء الله، لأنه هو عنده ميعاد الدكتور، وده تم إعلانه خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا، عنده ميعاد دكتور إن شاء الله يوم اثنين، وقال إن شاء الله أنه هو هيكون متواجد ابتداء من يوم ثلاثة في الإمارات، وإن شاء الله يكون موجود ويساند الفريق. طيب خليني برضه أقول لحضراتكم خبر هام جدا فيما يخص النادي الأهلي. النادي الأهلي استعاد رسميا اليوم مدافعه المعار إلى فيوتشر محمد عبد المنعم، وذلك في إطار العلاقات الطيبة التي تربط ما بين الناديين. وفي ذات الاتفاق سيتم إعارة مانو مدافع شباب الأهلي إلى فيوتشر ابتداء من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأيضا سوف يتم تمديد إعارة كريم نيدفيد إلى نادي فيوتشر لمدة عام آخر بخلاف العام الحالي. هذا وجرت الحوارات بخصوص هذا الملف بين الناديين في إطار ودي للغاية، يعكس حرص كليهما على التعاون في كافة الجوانب وفي مقدمتها الفنية بما يخدم
مصلحة الطرفين. إذن النادي الأهلي بيستعيد جهود محمد عبد المنعم المتألق وبشدة الحقيقة في كأس الأمم الإفريقية، وإن شاء الله إن شاء الله كده يبقى إحنا عندنا 6 لاعبين موجودين في مع منتخبنا الوطني، هيواصلوا مهمتهم مع منتخبنا، وبعد انتهاء مهمتهم مع منتخبنا الوطني إن شاء الله يرجعوا للنادي الأهلي بالسلامة خلال هذه الفترة. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل إن شاء الله نرجع ونستقبل من الكابتنين كابتن أسامة عرابي والأستاذ جمال الزهيري وحديث فني هام جدا، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. معلش الضحكه النهارده حلوه وفرحانين ومبسوطين وسعداء لانه منتخبنا الوطني، منتخب مصر، منتخب بلدنا. خلوني ارحب باثنين من نجومنا الكبار واثنين من الضيوف الحقيقه نتكلم معاهم من الناحيه الفنيه، كيف استطاع منتخبنا الوطني ان يغير من ادائه في ظرف 3 أسابيع بشكل مختلف تماما. ناقدنا الرياضي الكبير واستاذنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك كابتن اسلام، الف مبروك. الله يبارك فيك. هنتكلم بقى عن سر التحول ده ان شاء الله. سر التحول ده لازم نعرفه. والله طيب. مش فني انا رايي انه بس هنتكلم عنه، بس ارحب بنجم الكبير الكابتن اسامه عرابي. ازيك يا كابتن اسامه؟ مشرف ومنور. الله يكرمك ومبروك طبعا. الله يبارك فيك ومبروك للشعب المصري كله طبعا. ايه سر التحول يا استاذ جمال؟ هقول لحضرتك لو تفتكر اخر مره اتقابلنا انتوا كنتوا بتقطعوا حضرتك والكابتن اسامه وانا كلنا كان لا لا كلنا كان قبل ده جزء على فكره ده مهم قوي، يعني الانتقادات الكبيره اللي تعرض ليها لعيبه منتخب مصر حتى لو كانت مبالغ فيها شويه ساهمت الى انه يبقى فيه حاله كده كابتن اسلام من التحدي اللي هو ايه؟ هو ما عملش حاجه، هو رجع اغلب اللعيبه لمراكزها وشكرا. ما هو النهارده انا والله اتسالت سؤال التشكيل اللي بيلعب بيه ده هو تقريبا نفس التشكيل اللي يمكن كان بيلعب بيه قدام نيجيريا مثلا. ايه الجديد؟ حد سالني كده فانا لا، بس ما كانش فيه عبد الله السعيد. معلش يعني انا اقصد ايه تقريبا يعني التشكيل الاساسي او الهيكل هو ما اتغيرش كتير. اللي حصل انه في انتقادات كتيره زي ما قلنا تعرض ليها المنتخب، وما بقولش كيروش، انا بقول المنتخب اللعيبه. نعم. عمل نوع من الاستنفار. ويمكن لو تفتكر حضرتك احنا اتكلمنا قبل ماتش كوت ديفوار. ايوه. قلت انه بعد الدروس اللي احنا خدناها في البطوله وفرق صغيره اثبتت ان هي موجوده على الساحه قدام قوه كينيا الاستوائيه النهارده امام السنغال، جامبيا وصلت لغايه رأيك. فين؟ ايوه. ده كله يدينا برضو درس مهم قوي يا كابتن، انه الروح اللي احنا طالبنا بيه الروح القتاليه هي اللي بتدي لطرق اللعب معنى. بمعنى ايه؟ ان انت لو عندك افضل طريقه لعب وما عندكش العناصر اللي تنفذ ده طبعا مش هتقدر تعمل حاجه اكيد، لان مش هتقدر تقول مثلا 4-3-3. ايوه. كان في انتقادات موجهه ان هو غير الطريقه. ايوه. طب ما هو بيلعب ليه 4-3-3؟ ايه اللي حصل؟ السر بقى ايه؟ ايه اللي حصل؟ ما انا بقول لحضرتك انا عايز اعرف. لا، ما هو السر في حماس اللاعبين وخوفهم على بعض وتقاربهم من بعض وادائهم. ايوه. اللي وصلهم لاقصى طاقه عندهم او اقصى ناتج، مش يعني مش قصه بس انه هو حصل تغيير في اللاعبين، ما حصلش حاجه. كل اللي حصل زي ما قلنا انه هو تغيير الروح القتاليه للاعبين اتغيرت جدا، واخد بالك، سواء للرد على المنتقدين، سواء لاثبات وجودهم لاي عامل اخر. ايام كابتن اسامه وايام الكابتن جوهري لو تفتكر كان مثلا كل لاعب بيكلف بمهام معينه، كان الكابتن جوهري يقول لي مثلا هشام يكن في كاس العالم انت هتراقب فلان نجم هولندا. نعم. قتيل معاه. أيوة. بيلعب معاه بشكل اللي هو ما يعديش بأي شكل من الأشكال. فأنا بشوف إن الروح دي هي السبب في تحويل أداء المنتخب من أداء مغضوب عليه إلى أداء مرضي عنه بشكل كبير دلوقتي. مظبوط. كابتن أسامة، الناحية الفنية. طبعا يعني أنا التحول، وحضرتك كنت معانا خلال كل المباريات تقريبا أو معظمها، يعني كنا كلنا مش حضرتك كلنا بننتقد الاداء.
الغير واضح لمنتخبنا الوطني. دلوقتي اصبح عندك اداء واضح باشكال مختلفه للاعبين. مظبوط. انا الاول بتفق مع الاستاذ جمال في انه موضوع الضغط على اللاعبين في الاستوديوهات التحليليه من الجماهير في السوشيال ميديا ده استنفر اللعيبه زي ما استاذ جمال قال بالظبط، وكان عامل مؤثر جدا في ان كل لعيب ينتبه ان في ناس عايزه او بتحاسبه في مصر او بتقول عليه انه ما عملش حاجه للمنتخب او انه لعيب لا يستاهل انه يرتدي الفانيلا. فانا حاسس دي عملت لهم استنفار زي ما الاستاذ جمال قال. ده من ناحيه الروح لانه بيلعبوا بروح عاليه جدا مختلفه تماما عن ما قدم في المباريات المجموعات في سواء في مباراه نيجيريا او في ثلاث ماتشات ما كانش الاداء على الموضوع اختلف جدا من مباراه كوت ديفوار. مع الحاجه الثانيه ان مستر كروش ابتدى التغييرات وتغييرات المراكز اللاعبين وتغييرات يعني لعيبه كتير بتلعب في غير اماكنها حاصله لغايه ماتش نيجيريا. الكلام ده اختلف جدا في مباراه ساحل العاج. اختار التشكيل الامثل تقريبا، يعني كل تشكيل هيبقى فيه امثل منه لكن تقريبا كل الناس ابتدت تلعب في اماكنها. اختار ثلاثة وسط مدافعين في ماتش ساحل العاج، حمدي والسولية والنني، قفلوا كويس قوي مع المدافعين فقللت كميات اللي هي الايه المساحات اللي أيوة. يقدر يلعب مع بعض ومع بقى ان احنا قدرنا نخطف هدف التعادل ثم ضربات جزاء ادينا بشكل متماسك ال 120 دقيقه. فده ادى دفعه معنويه للاعيبه. اوكي. استمرت النهارده نفس الشيء بس المختلف شويه عن مباراه كوت ديفوار ان المغرب ابتدت في الدقيقه 3 بهدف. فده انت كنت هتلعب بنفس الاسلوب برضو، انت حطيت غيرت ايمن اشرف ناحيه الشمال ونني ارتكاز وعمرو السوليه ناحيه اليمين. انا بس كنت مختلف في موضوع ايمن اشرف في وسط الملعب، انا كنت شايف انه ممكن مهند او زيزو لكن خلاص هي وجهه نظر. والثلاثه هم انت لعبت بنفس التشكيل خلاص ما فاتتش الا غير ابو جبل مكان الشناوي وايمن اشرف مكان حمدي اصابات اصابات وايمن طبعا ناحيه الشمال عشان يقفل مع ابو الفتوح. دي كانت وجهه نظره، ولكن ايمن برضو مش لعيب وسط ملعب يعني، لكن ايمن تحسن اداؤه كتير لما رجع كقلب دفاع. بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن برضو بمناسبه ايمن، انا بشوف ان الشوط الاولاني ده احنا لينا ثلاث هجمات منهم كورتين خطر ايمن اشرف اللي عمله. ماشي بس يعني انا اقصد اقول لك ان هو الشوط الاولاني بعد ما عمل ضربه الجزاء ما هي دي شخصيه النادي. وجهه طبعا نظري طبعا يعني عنده شخصيه وجهة طبعا وجهه نظري شخصيه النادي الاهلي وشخصيه اللاعب بانت في هذا الامر طبعا. هو قدر ان هو يرجع بعد ده شفته عمال يموت ويعمل في دماغه كده بعد ما اتحسب الحكم راح ورجع قاعد يمسك دماغه وبتاع، لكن في النهايه قدر يرجع ويعمل شوت انا وبشوفه كويس قوي. ماشي يعني ما بقدرش يعني ممكن يبقى فيها وجهه نظر لا دي انا بقول لحضرتك دي وجهه نظر هو اثبت ان هو كويس بس يعني لما رجع المكان بتاعه لا ده طبيعي ان هو لما رجع افضل طبعا في مكانه فانت كنت تلعب بنفس الشكل بنفس الترتيب الثلاثه مدافعين في وسط الملعب وتقفل المساحات خاصة في الجانب اليمين اللي فيه أشرف حكيم اللي هو أخطرهم، وفعلا هو قدر في الدقيقة 3 يجيب ضربة جزاء. ساعتها خلاص ما كانش هينفع إنك أنت تستنى يعني جون جه بدري قوي، فأنت التفكير اللي عندك إنك تقفل ورا قوي وتهاجم على هجمات مرتدة أو تطلع في أوقات معينة اختلف خلاص الموضوع اختلف. فابتديت تسيطر على وسط الملعب تلعب لقدام خاصة ان هم الموضوع معاهم اتعكس، هم جابوا جون بدري وابتدوا يرجعوا للخطوط الخلفيه ويمكن ما ابتدوش يهاجمونا تاني لغير لما جبنا الجون التعادل في الدقيقه 53 من الشوط الثاني يعني. هم رجعوا لورا فهم رجعوا لورا وانت ابتديت تهاجم ابتدت تبقى عندك خطوره اكتر من تسديده، صحيح مش الخطوره الغير عاديه بس ابتديت تبقى قريب قوي من خط ال 18 وجالك كذا كورنر وبتاع. فانت في روح مستنفره، في تشكيل جيد، في تغييرات الى حد ما رغم انه في بعضها اصابات او احيانا ما كانتش اصابات، التغييرات بقت منطقيه ما بقاش في التاليف الكتير اللي كان بيحصل سواء في البطوله العربيه او قبل ماتشين كوت ديفوار والمغرب. كل العوامل دي صحيح دي اهم حاجه بصراحه صحيح يعني كل العوامل دي ساعدت انك انت تظهر بالصوره الطبيعيه اللي مفروض منتخب مصر فيها. يعني احنا قبل البطوله
طبيعي مصر زي الجزائر زي السنغال زي الكاميرون زي نيجيريا الفرق الكبيره رايحه عشان هي مرشحه للبطوله. للاسف في البدايه مستر كروش تصريحاته ادت انطباع وحش انه احنا استحاله ناخد البطوله ان احنا ايوه مظبوط. لكن الامور اختلفت كتير جدا 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 وهو نفسه دلوقتي اكيد حس بقيمه منتخب مصر والاداء اللي ادوه في ماتش سهل عاج والنهارده في ماتش المغرب. وطبعا انا يعني بحيي كل اللعيبه بس في اربعه بالذات انا بحييهم جامد جدا النهارده. طبعا محمد صلاح فرق غير طبيعي في كره الهدف والكره اللي عملها بعد كده تريزيجيه يعني تقيل كلهم قلقانين منه عامل لك ثقل في طبعا عمر كمال ومحمد عبد المنعم وابو الفتوح ممتازين خط الظهر عامه ايمن اشرف طبعا لما رجع ورا وحجازي قبل ما يتعور وبقيه اللعيبه كلهم كانوا كويسين بس الرباعي ده كان عليه عبء كبير مين جدا. مين يا كابتن تاني معلش؟ صلاح طبعا طبعا عمر كمال طبعا ابو الفتوح محمد عبد المنعم مع بقيه اللعيبه وحجازي طبعًا. كان كويس ايمن اشرف كان كويس نني احسن الماتشات يعني. بس كانوا بارزين دول اكتر يعني وطبعا تريزيجيه لما نزل انا بتكلم على اللي ابتدوا الماتش تمام وطبعا ابو جبل برده كان كويس لا ابو جبل بصراحه شال واحده حلوه قوي دي تاريخيه واعجازيه طبعا بصراحه يعني طبعا زي بتاعت عصام في الكره اللي شالها عصام الحضري يعني مظبوط في بتاعت دروجبا لما شالها من مظبوط لو تفاكرها كانت ايوه طبعا وهي اصابته كمان بسبب ان هو بذل وزي بتاعت الشناوي في ماتش جوت بار برضه اللي هي اتشالت واتعملت وشالها الشناوي هو بذل فيها جهد بيتهيألي كده جهد عصبي صحيح 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 ادى لاصابته مظبوط لانه اكيد استخدم عضلات كتيره جدا عشان صحيح يعمل ده صح صحيح ممكن ده ياثر على سلامته يعني صحيح وده اللي حصل بعد الكره دي تحديدا اتفضل يا كابتن فكل العوامل دي زي ما قلنا الروح تشكيل مستر كروش اللعب في اماكنهم كل العوامل دي ادت للنجاح وثقه الماتش اللي فات احنا كنا قلقانين اول ماتش اللي فات ان الثقه رجعت للجماهير أيوة وللاعيبه في الماتش ده وده بيبان حتى على فرحه اللعيبه بعد الماتش او حتى الناس وهم بيقروا زي ما قروا الحاجات السلبيه اللي كانت بتتحكى عليهم قبل ماتش كوت ديفوار اكيد هم بيقروا طبعًا دلوقتي وبيشوفوا طبعًا الناس بتتكلم عليهم ازاي فنتمنى لهم الاستمرار يعني فكل العوامل دي ادت للنجاح وفي برضو نقطه يعني لو حضرتك شفت اداء ساحل العاج او كوت ديفوار واداء المغرب قبل ما يقابلوا منتخب مصر لا كانوا هم الليدنج هم اللي عاملين ضغط على الفرق اللي قدامهم ده يوصلك احنا اللي عملنا يعني احنا في ماتشنا بقى يعني مثلا ماتش المغرب بعد ما جه فيك الجون الحقيقه برضو ده مقياس مهم جدا لان التحدي والروح اللي عند لعيبه منتخب مصر كانت عاليه طبعا وانا بيتهيالي ان الهدف اللي جابوه بدري هو اللي ضيع منهم الماتش يعني هو اعتقد خلاص ان هو حسم الموضوع وهيقعد يدافع بدليل انه نسبه الاستحواذ على الكوره مظبوط خلال الشوط الاول مثلا حاجه و60 وشويه مقابل مزبوط. حاجه و30 مظبوط فطبعا ده معناه ايه ان هو ساب لك الملعب خالص الخوف بقى ان انت كان ممكن تستنزف وما توصلش لحاجة بس الحقيقة أنا طول المباراة عندي قناعة وعندي ثقة إنه طالما إحنا كده لا يبقى يعني ممكن نعمل حاجة وده اللي حصل إن أنت قدرت التعادل ثم قدرت تحرز هدف الفوز ولو تلاحظ بعد أنت ما جبت هدف الفوز الماتش انتهى تماما صح هما خلاص هما فقدوا التركيز في ماتشات قبل كده تلاقي المغرب هي مظبوط هي اللي ماسكة هي اللي ماسكة الجيم صح هي يعني عقليا وذهنيا هم اللي مسيطرين على الاداء هم اللي بيتحكموا في الريتم يعني لا احنا بصراحه في مباراه كوت ديفوار مباراه المغرب الريتم احنا اللي كنا بنتحكم فيه مظبوط وده يعني برضو انا مش هقول ان هو راجع للمدير الفني خالص يعني مع احترامي لا بس هو بس ايه جزء ما هو في جزء ما اقدرش انكره بس هي الفكره يمكن الجزء اللي انا ما اقدرش انكره ان هو ساب كل واحد يلعب في مكانه لكن برضو انت ممكن كمدير فني تقول حاجات كتيره وما تحصلش يعني انت ممكن يعني انا مثلا لا طبعا ما هو لا يعني عندك طريقه 4-3-3 مش كان الناس كلها بتنتقد كيروش ان هو
هيغير كيفية الطريقة. تطبيق هذه الطريقة هي اللي تفرق بالظبط كده. كيفية تطبيق الطريقة ده اللي أنا شخصيا حسيته إن أنا مش عارف مين بيلعب فين. أوكي. يعني بقى الفريق بيلعب بقى إيه يعني بيتحرك كتل زي ما بيقولوا إيه كومباكت ولا إيه كومباكت أو أو كومبو يعني إن هو تحس إن منتخب مصر أنت مش عارف ماشي مع بعض يعني مش اللي هو الشكل النمطي بتاع المنتخب بتاع أي أي فريق تمام. ولكن يا كابتن أسامة اللي إحنا شفناه ومعنى كلام الأستاذ جمال دلوقتي إنه أنا عكسه أنا وجهة نظري إن المدير الفني كان له دور كبير طبعا. جدا لا لا طبعا بدليل لا ما بنكروش لا مش قصدي في دي بس تركيز اللعيبة هو 100% ده مع ده التفوق. ولكن النقطة اللي قالها الأستاذ جمال في البداية إن تغيير إن دايما كوت ديفوار تحديدا والمغرب كانوا دايما ليدنج في الماتشات اللي قبلنا بالظبط اشمعنا في ماتشاتنا أعتقد إن ده شغل تكتيك مدير فني طبعا ازاي انا شفت مثلا الكابتن اسامه بيروح من ناحيه الشمال فهقفله بعمر كمال وارجع وادي النني ناحيه اليمين او عمرو السوليه ناحيه اليمين وادي ده القصد ما هو كونه استخدم الثلاثه وسط الملعب في الماتش الاولاني اللي هو حمدي والنني والسوليه ثم الماتش دوت نني وعمرو وايمن بعد كده ايمن اتغير لورا ونزل تريزيجيه وبعد كده زيزو هو قفل ابتدى يقفل الاجناب كويس ابتدى يقفل قدام ابو الفتوح محمد عبد المنعم وحجازي مزبوط. كويس قدام ايمن اشرف فخلى صعوبه في الاختراقات بالنسبه سواء لكوت ديفوار او للمغرب المغرب. يمكن الماتشات اللي كانوا لعبوها قبل كده مع فرق اخرى كانوا بيديوهم مساحات صح ولذلك كانوا منطلقين قوي وكور كتير بتبقى خطر وكده هو ضيق المسافات دي فقلل الفرص اللي عليك فدي مع بقى خبره وامكانيات واحد زي محمد صلاح في التلت الاخير الناس قلقانه منه قوي يعني حتى كره الهدف الثاني في ثلاثه بيجروا وراه تحس في توتر وهم رايحين هو اتصرف كويس قوي وبعدين شاف تريزيجيه وعملها له حلو قوي والهدف فبرضو دي مديها تقل في التلت الاخير للمنتخب المصري فهو يعني مجموعه عوامل نجحتنا طبعاً. في المباراتين وزي ما قلت اولها الروح العاليه جدا اللي ابتدى الناس تلعب بيها الاماكن المظبوطه تغييرات الى حد كبير اللي مظبوطه ما فيهاش تاليف كتير زي ما كان بيحصل قبل كده مع التوفيق لانه التوفيق طبعاً. مهم جدا في كره القدم يعني طبعاً. يعني مثلا الدقيقه 82 دي اللي هي الكره اللي في العارضه دي ممكن تجيب يبقى الهدف الثاني للمغرب وانت تقعد تقاوح بقى في السبع ثمان دقايق انت وحظ لان المباريات ديت اللي هي زي مصر والمغرب كاميرون ومصر السنغال ومصر مثلا ان شاء الله او الكاميرون هي هتخلص بكوره بالمناسبه واحنا بنتكلم السنغال كسبت 3-1 3-1 طبعا السنغال انا ما قلتش اصلا انتوا مبسوط النهارده فرحانين انا اهم حاجه منتخب لا السنغال برضو عمل السنغال كسبت طبعا وعملت ماتش حلو كويس جدا هو متوقع ان يوصلوا نهائي يكسبوا بوركينا فاسو يعني لكن ماتشنا هو اللي هيبقى زي ما انا حسيت 3-1 انا حسيت ان منتخب كوت ديفوار ومنتخب المغرب عاملين لك حساب طبعا اكتر ما احنا عاملين حساب لنفسنا يا استاذ جمال معلش اتفضل انت اسم كبير جدا طبعا بزرق. طبعا طبعا لما انا متخيل يعني مثلا احنا انا هقولها بالناحيه الثانيه من ناحيه الاهلي او مع حتى المنتخب لكن في الاهلي مثلا لما كنت ايه تسمع ان انت هتلعب الترجي كنت برضو بتبقى مقلق شويه غير لما تحس ان انت هتلعب او تسمع اسم فرقه طبعًا. اقل طبعا طبعا نفس الكلام هناك برضو كاميرون اول لما شافوا الحكم بيصفر انا اكاد اجزم زي ما الصحافه بيكتبوا اكاد اجزم لا اجزم صح اكزم اكزم بجد ان من جواك كده وانت لو انت مثلا فينسنت ابو بكر القوا بقى لاعب او طبعا. نجم هجوم منتخب الكاميرون ابتدي اقلق طبعا ان منتخب مصر جاي يلعبني طبعا مش منتخب اصل هو أي منتخب مصر هو اكثر الفرق اكثر المنتخبات بعدين احنا مش عايزين الكاميرون تاخد البطوله دي باي طريقه بقى عشان ما تقربش مننا بالظبط بالظبط اسلام المشكله سواء منتخب مصر او انديه الاهلي والزمالك لما يجي يلعبوا في افريقيا الناس لما احنا بنلعب وحش او كمنتخب او نادي هم بيشوفوا انت يعني احنا انطباعاتنا على الفرقه لكن انت سافرت كتير وعارف الفرق الاخرى سواء منتخبات او انديه
بتعمل حساب جدا 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 طبعاً. من للمنتخب المصري، وعارفين انه تاريخ المنتخب المصري ده كبير او انديه الاهلي والزمالك كبير، فلما بتيجي تلعبهم بيبقوا قلقانين منك جدا، عكس ما الناس متخيله. يعني الشعب المصري لما احنا بنلعب وحش لاي سبب المنتخب مثلا، لا الناس مقلقه، الناس مقلقه. في المقابل هناك لما تتكلم مع بتوع الجزائر او تونس او المغرب، لك عايزين يبعدوا عن مصر، عايزين يبعدوا عن مصر، عايزين يبعدوا عن مصر. زيك يا كابتن برضو مزبوط. انت برضو معلش يعني وانت بتحاول تتجنب ان انت تقابلهم لما انت بتيجي تسمع ان انت عايز تلعب الجزائر. ما انا مش عايز العب الجزائر مزبوط. بس لو لعبت الجزائر خلاص هلعب منتخب الجزائر وعايز اكسب طبعا. وده قصدي يعني. فانا اقصد ان المفهوم ده احنا كنا بنتكلم على تحفظ في اداء المنتخب المصري اثناء البطوله العربيه او الماتشات الثلاثه في المجموعات، لكن انت عندك تاريخ كبير وكل بالزبط. الفرق الافريقيه أيوة. سواء عربيه او سمراء بتعمل حسابك جامد جدا اكتر ما الناس متخيله في مصر. مظبوط. يعني دي نقطه طبعاً. مهمه طبعاً. فانت رجعت لشخصيتك في الماتشين دولت، ونتمنى ان احنا نستمر على كده. بس طبعا هو المقلق ان انت لعبت الماتشين 120 دقيقه والماتش الجاي ده بعد 3 ايام. هي دي اللي شويه هتبقى فيها عبء قلق. طبعا عبء عبء كبير طبعاً. يعني فنتمنى طبعاً. التوفيق برضه في ماتش الكاميرون. يعني عبء فني يا كابتن طبعا وبدني بدني وفني يفرق. طبعا اكيد هيفرق في اجزاء. ايوه لا ما انا عايز بس الناس تفهم. طبعا أكيد. او نقول لهم يعني اقصد بص يا اسلام، انت لاعب النهارده 120 دقيقه ولاعب من حوالي 4 ايام او 5 ايام 120 لا اقل من 4 ايام. النهارده ايه؟ النهارده انت لاعب الاربعاء. خميس وجمعه وسبت ولعبت لحد 3 ايام مظبوط. ففي جهد اتبذل كبير جدا من لاعيبه المنتخب المصري في الماتشين دولت، وانت هتلعب يوم الخميس على طول. فما فيش شك ان دي برضه لازم خميس ولا الاربعاء؟ خميس. الخميس احنا نلعب الخميس. فطبعا يعني نتمنى ان شاء الله اللعيبه تكون في احسن حالاتها البدنيه وتقدر تكمل، عشان احنا ابتدينا بعض العناصر ابتدت تقع من التعب. يعني ادي النهارده كان المره فاتت الشناوي وحمدي، النهارده ابو جبل حجازي ابتدى في تعب في بعض اللاعبين، خاصة اللي لعبوا لعبوا بصفة دايما. فأنا بقى عايز ما يكونش ده ما يحصلش فيها مشكلة الماتش الجاي. وأنا عايز أقول حاجة، إن إحنا الكاميرون الحقيقة لعبت، افتكروا كده، خلينا بس نرجع بالذاكرة ورا عشان اللي جاي اللي جاي. إحنا عندنا ماتش مهم، إحنا عندنا إصابات، عندنا إصابات، مين اللي هيرجع ومين مش هيرجع الجهاز الفني والطبي يحدد. ولكن الكاميرون معظم الماتشات اللي لعبتها، لو افتكروا بس كده واحده واحده مع بعض عشان نفكر الناس، معظم الماتشات اللي الكاميرون لعبتها ضد الفرق الاخرى وهي غير كامله. يعني ايه؟ في جزر القمر شوف كم كم واحد غايب، كم يعني. واحد كان غايب لدرجه ان هم موضوع الحارس المرمى، المباراه اللي قبلها 6 7 كورونا. هل ده طبيعي؟ ما مش عارف، انا ما اقدرش اقول حاجه. لكن هل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ ما اعرفش. بس هو الماتش الاخير فاحنا محافظين. لا ما هو خلينا اكمل بقى. احنا محافظين المنتخب او بعثه المنتخب، ولا واحد الحمد لله والشكر لله، الحمد لله اقل ما فيش اقل حد بيحصل له الحمد لله، ده كرم من عند ربنا. وان وائل قافل عليهم، الكابتن وائل جمعه يعني وائل قافل عليهم كويس جدا، وما بيدخلش حد ولا بيطلع حد. اصل انا عارف الدنيا ماشيه ازاي. خلاص، فده معناه ان ده هيكمل. انت بتقرب، انت في دور قبل النهائي وهتلعب الكاميرون، فهتقفل اكتر. فما نسمعش بقى ان حد جاله كورونا او ورقه تيجي من هنا او ورقه تيجي من هنا. هو تخوف موجود طبيعي. لكن نقدر نتجنبه ازاي؟ بالاجراءات. يعني نعمل اجراءاتنا مظبوط، يعني اللي هي الحفاظ على اللاعبين، على المعسكر ما يبقاش فيه. انما مش ممكن هيطلع لك بي سي ار. لا اصل ولا مصر ولا الكاميرون، انا بتكلم على مصر والكاميرون. مش هتكلم على مصر والكاميرون، المنتخبين ما جالهمش كورونا مظبوط الحمد لله والشكر لله. فما مش فجاه نلاقي 5 6. لا ان شاء الله. ان شاء الله. لا او تيجي مثلا في حارس مرمى مثلا. ايوه فهمني قصدي. لا هو التخوف يا رب بعيد عننا كلنا وبعيد عن كل الناس. التخوف وارد يا كابتن اسلام، بس برضو لا انا مش بتخوف من الكورونا. ما هو انا عارف. لا لا التخوف من اللعبه، من اللعب يعني، من التلاعب يعني. انا ما بقولش تلاعب، بس انا بتكلم على مسؤولية. ماشي انا لا ما ينفعش نقول تلاعب. لا مش تلاعب، انا ما بقولش تلاعب، لكن الحقيقة اللي يعني
او هي هي لا ماشي ما لا انا اقصد ان انا في الاخر منطقي فرقه لازم تاخد منطقي لازم اقول لازم البعثة المنتخب المصري وهنا في الجزائر تاخد يعني يبينوا يضغطوا على الحته دي بالظبط كده طبعا لا واحنا حضرتك وحضرتك حضرتك في مكانك في جورنالك وحضرتك في موقعك وزي الحكام زي الحكام لما انت بتبدي خوفك من التحكيم مش بتشك مش ضروري بس على الاقل احنا دلوقتي بنطالب بان افضل طاقم تحكيمي يكون موجود في هذه المباراه ليه لانه ده مباراه مهمه جدا في الدور قبل النهائي وطرف فيها منتخب البلد المضيف فلا بد ان يكون هناك يعني معيار او حرص على الشفافيه بقدر الامكان طبعاً طبعاً في كل الاجراءات يعني وبرضو انا مش متخوف قوي ان شاء الله يعني انا مع الكابتن اسامه طبعا في انه المجهود اللي بذله لعيبه منتخب مصر على مدار الماتشين الاخرانيين لعبوا 3 ماتشات تقريبا انما برضو ان شاء الله انا حاسس انه الطاقه اللي موجوده لو اللعيبه هتقدر تعوض يعني احنا شفنا النهارده ابو جبل متدغدغ ومش عايز يخرج مصر. يعني صراحه لا يعني حاجه صعبه جدا يعني طبعا وان كان ده برضو في بعض الاقاويل خطا لانه بيحمل على نفسه فممكن الاصابه بدل ما تبقى بنسبه 50% 60% تبقى 90% نعم واخد بالك لكن انا اقصد انه الروح بقى هنا هتعوض برضو مظبوط طبعا هتعوض شويه لكن طبعا. ان شاء الله ما يكونش في مشاكل صبر. في الجزئيه دي يعني ان شاء الله تمام كابتن اسامه برضو اللي جاي احنا كنا بنتكلم على الناحيه البدنيه انها هتبقى اصعب طبعا ولا يكون في عون لعبتنا لانه دلوقتي انت عندك ابو جبل مش عارفين لسه هيبقى موجود ولا لا حجازي طلع بيه ده صعب وحجازي نفس الكلام الشكل بالزبط. اللي هو هيرجع هيتعمل لهم هل ممكن مثلا نلاقي حمدي فتحي موجود برضو محدش عارف يعني مش عارفين لسه ظروف اللاعبين ايه ولكن ما هو قادم صعب مش سهل برضو انت بتلعب المنتخب الكاميرون المنتخب البلد المستضيف ولكن في النهايه ماذا تفعل لو كنت مكان كارلوس كيروش؟ اولا منتخب الكاميرون عشان الناس برضو في ناس بتتكلم ان هو منتخب عادي وكده لا مش منتخب عادي منتخب كويس من المنتخبات القويه عنده خط امامي هايل اللي هو كاميليو ده نمره 12 اللي هو جاب الجونين الماتش اللي فات ومن احسن وفينسنت ابو بكر وجماله اللي هو الوينج رايت ايوه وعنده الباكين اللي هو تولو وفاي برضه لعيبه كويسين وعنده برضه الثلاثي بتاع نص الملعب مش سهلين اللي هو اول ماتش يلعبه هونجولا ده رقم 18 وانجويسا 8 وصامويل نمره 4 يعني هي فرقه مش سهله وبعدين الماتش اللي فات بالذات احسن ماتش لعبوه في الدوره اللي فات الاخير اللي فات الاخير ده اللي كسبوه احسن ماتش يعني في ماتشات كان ادائهم جنب الشوط الثاني كانوا مسيطرين خالص وقدروا يجيبوا جنين هو عندهم الخطوره ما بيلعبوش من العمق كتير هم كتير قوي بيروحوا على الاطراف ويلعبوا الكرات عرضيه ل 12 لانه بيلعب بدماغه كويس قوي اللي هو ايكامبي ده وفينسنت ابو بكر تملي كرات عرضيه صح. كرات عرضيه يعني على طول تفكيرهم اي حد بيروح على الطرف بيعمل كرات عرضيه يعني ما عندهمش الحاجات اللي بيعملوها في العمق كتير دي نقطه طبعا لازم اكيد مستر كروش اكيد واخد باله منها وواضحه يعني عندهم اونانا جون كويس فهي فرقه كويس ثانيا طبعا بيلعبوه في ملعبهم الحاجه الثالثه الكاميرون ومصر في افريقيا عارف بيناطحوا بعض من كلاسيكيات افريقيا زي ما بتقول اهلي ومحله مثلا بتقول من كلاسيكيات كره بالزبط. القدم اهلي واسماعيلي مظبوط يعني الاثنين قوتين كبار في افريقيا وهم واخدين 5 بطولات واحنا واخدين 7 بطولات وكل واحد عايز يكسب فالماتش مش هيبقى سهل لا ليهم ولا لينا يعني الماتش طبعا هيبقى نتمنى يا رب يكون حجازي سليم يا رب يكون حمدي فتحي يقدر يرجع يا ان شاء الله ابو جبل يا ريت لكن ان شاء الله لو محمد صبحي كمان لاعب هو حارس جيد ويعني واثق بنفسه وكف انا برضو من الحاجات اللي مبسوط منها النهارده انه ادى امل لرمضان صبحي لانك انت زي ما كنا بنتكلم في الماتشات اللي هي الماتشين اللي فاتوا دول احنا لعبنا 120 دقيقه ممكن جدا في ناس تتعب
فلازم تدخل نفس جديد. صح. يعني انت تريزيجيه وزيزو دلوقتي برافو عليك يا كابتن، كل ما بينزل محدش خد باله من النقطه دي على فكره. ان طبعًا. كله فاكر ان عشان رمضان، لكن هو نزل رمضان عشان يدي نفس جديد طبعا، ان انا الماتش الجاي ممكن العب طبعا، ممكن صح. يلعب جزء اكبر. برافو عليك يا كابتن اسامه. فتريزيجيه مثلا وزيزو واضح ان كل ما بينزلوا بيشدوا الفرقه، حتى في ماتش ساحل العاج رغم ان تريزيجيه ضيع اكتر، بس هو الوحيد اللي راح خمس ست مرات مظبوط، رغم الناس كانت بتنتقد لا. عليه انه ضيع اجوان، بس كان شدك في الفتره خمس ست مرات يعني. الفتره اللي المنتخب وقع، ما عندكش اللي راح في اول ثلاث ماتشات كتير. عندك ماتش ساحل العاج بس تريزيجيه راح خمس ست مرات مظبوط. يعني اكتر واحد نقل الفرقه، ابتدت كان فيه يحصل تعب، هو اللي نزل هو وزيزو شدوا الفرقه لقدام. ده مهم جدا. فالنهارده برده لما نزل ربنا كرمه جاب جول. فانا اقصد ان اضافه برده رمضان انك ما تضمنش الكلام، محدش خد باله من النقطه دي. هايله يا كابتن، اللي هو ال 120 120 دقيقة صح. ممكن ناس تتعب، ممكن لا قدر الله يعني رب يحفظهم ما حدش يتصاب، حد يتصاب في وسط الملعب ما يقدرش من الجهد اللي عملوه. فحلو برضو ان احنا ندخل نفس جديد او لعيبه جديده. يعني هو هيحتاج لكده. طبعا. يعني على ضوء حالة البدنية والبدنية. صلاح صلاح برضو يعني يعني انا بشوف ان هو عامل مجهود كبير جدا. طبعا. عمرو السولية عامل مجهود كبير، لكن صلاح تحديدا واللي بيعمله محمد صلاح قيادته خارج الملعب وجوه الملعب، ده فيديو الحقيقه برضه لمحمد. ده بعد الماتش. بعد الماتش لطيف. سمعنا طب يا سمير. لا طبعا نسمع صلاح. هو من شد طبعا. كوت ديفوار. بس حلو، فيديو حلو يا كابتن. طبعا جميل. لطيف. بص سعادته عامله ازاي، شوف بقى في المؤتمر اللي قبل ماتش كوت ديفوار كان تحس ان تحس ان في ضغوط جامده جدا عليه. قلت ان هو مش عايزين يعني يفضل مشدود كده. فكان مضغوط قوي، وواضح الكلام اللي اتقال عليهم هنا كان ضاغطهم جدا. هو فرق معاهم يا كابتن زي ما استاذ جمال استاذ جمال قال النهارده حته حلوه قوي برده، ان هو الكلام ده ساهم في عودة بشكل كبير. انا بقول والله العظيم سبب اساسي، مش احنا كل الناس كل الناس سبب اساسي. ولو بقولك انا لو تفتكر يا كابتن اسلام الحلقه اللي انا حضرتها مع حضرتك قبل ماتش كوت ديفوار، والله يا كابتن اسلام قلت انه احنا قاعدين نعد الفرق اللي هنلعب معاها، لها كام لعيب محترف في اوروبا ولها كذا ولها كذا، وبنعدد في مميزاتهم. مظبوط. احنا عندنا الامكانيه لده لو لعبنا زي ما لعبنا كده. زي ما لعبنا. ما انت جربتها مرتين ونفعت. مظبوط. جربها تالت. يعني يعني مش صعب ابدا قدام الكاميرون. ايوه. يعني انا من وجهه نظري الكوت ديفوار والمغرب، المغرب انا الماتش اللي فات كنت خايف جدا منهم. كانوا بيلعبوا مع مين اخر حاجه؟ المغرب. ملاوي باين؟ ملاوي. بس كان ضغط ايه؟ يعني ما فيش، ما بيريحوش. مش سايبين الناس صحيح. خالص. صحيح. فانت نقلت لهم، انت نقلت لهم الضغط ده. انا شفت المغرب قدامنا احنا مضغوطين جدا، هم اللي مضغوطين. صح. وابتدت تصرفاتهم تتغير ويقلشوا ويضيعوا الكلام ده كله يعني. تمام. برضو يا كابتن اسامه مين اللي يلعب بقى في حارس مرمى مثلا؟ محمد صبحي يعني. لو ابو جبل هو محمد صبحي خلاص. ما هو حتى لا محمد صبحي اقرب واثبت عنده خبره اكتر، وحتى هو النهارده ادى لمحمد صبحي. انا اعتقد يعني لو ابو جبل ما لعبش هيلعب محمد صبحي يعني. بصراحه كان متمكن. يعني بيلعب منتخب اولمبي. هو كويس لعيب، هو حارس كويس. مفيش قلق يعني؟ لا انا عارف، بس لا انا لا عايز لا 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 ان شاء الله مفيش قلق، مفيش شك طبعا يعني. مش زي الشناوي، مش زي ابو جبل. نتمنى، لكن هو جون كويس وقف قبل كده وتثق فيه. مش جون يعني زي ما بيقولوا ساذج يعني، لا جون كويس ولعب ماتشات دوليه قبل كده مع المنتخب. معلش دي فرحه اللعيبه برضو، ده الاهم بالنسبه لنا النهارده. اتفضل يا سمير سمعنا. سمعنا طبعا. افرحوا افرحوا. لا خليها انت عارف حلوه الحاجات دي.
انه في بعض المحللين طلعوا قالوا ده محمد النني ما ينفعش يلعب في سناد. لا لا بص ده يا كابتن احنا كلنا انا والله العظيم بقى. لا لا على فكره على فكره اول ثلاث مباريات النني لم يكن جيدا ماشي خلينا نقول لكن الماتش اللي فات والنهارده لا النني مختلف بصراحه المنتخب لكن التريقه على وهي دي اللي ما حدش بيحبها هو معروف اتنين وهم اتنين ما هي دي مرفوضه معروفين دول بس انا بقول برضو دي هي اللي عملت يا كابتن عارف مثلا يعني يا استاذ جمال هي الناس دي مثلا انا ما بردش على الناس دي تحديدا ليه لانه النادي الاهلي قال ان الناس دي غلط عملت غلط في كذا وكذا دي غلطت قالت كلام يعني الناس ده يعني واحد طلع قال كلام ما يصحش ان هو يتقال لانه مش حقيقي ومش نقد كلام يعني مفيش نقد يعني مجرد كلام يعني للترندات يعني للترندات برافو عليك وعلشان يهيج راي عام نادي على راي عام نادي اخر خلي بالك فهو بيطلع يعمل كده ومعروف فالنادي الاهلي فعشان كده لو تلاقينا احنا مثلا انا ما اتكلمتش عن الموضوع ان النادي الاهلي اتخذ قرارا باتخاذ الامور من الناحيه القانونيه طبعاً وبالتالي طبعاً احنا خلاص سكتنا لا طبعا احنا كلنا مش مع التجريح ولكن النقد الكويس بالظبط كده وانك تحط نور كده على الاخطاء على اللي حصلت انا متاكد ان هم استفادوا منها جدا في الماتشين دولت يعني اللعيبه استفادت لا هو ده المطلوب على طبعا نقد البناء طبعا هو ده اللي مطلوب في المرحله دي يعني مظبوط مفيش كلام مظبوط لانه هو ده الطريق اللي بيرجع مره اخرى اخيرا يا استاذ جمال هل هنقدر نكسب الكاميرون ان شاء الله من الناحيه الفنيه بعيدا سيبك من الحكام وسيبك مش عارف ايه من الناحيه الفنيه لكن من وجماهيري وكذا احنا على ضوء الماتشين الاخيرين رغم الصعوبات اللي احنا مرينا بيها ورغم الارهاق اللي فيه اللعيبه عندي برضو الثقه يا كابتن اسلام ان شاء الله لو لعبنا وافتكر كلامي ده لو لعبنا بنفس الروح وبنفس الرغبه في اننا نوصل للمباراه النهائيه خلي بالك منتخب مصر مستواه متدرج بشكل جميل مظبوط يعني بيفكرك كده بايطاليا مثلا لما تاخد كاس عالم صح تاخد بطوله اوروبا او اي فريق اللي هو بيبتدي متدرج وهذا افضل من انك تبدا قوي مظبوط وتخرج صح فانت بادئ بشكل متدرج اعتقد باذن الله نستطيع فنيا كمان ايوه نكسب منتخب الكاميرون كابتن اسامه كيف يمكن انا كنت هسالك نفس السؤال لكن كيف يمكن محاربه ازاي بقى نعم ازاي يعني لا مش ازاي هو كيف يمكن محاربه التعب البدني في الماتشين اللي فاتوا نمره واحد لازم تقلل الاستشفاء الاستشفاء طبعا والكلام ده ما قبل المباراه انا بتكلم على اثناء المباراه لكن اثناء المباراه رقم واحد لازم تضيق المساحات في الخط الخلفي لان انا قلت لك اهم ثلاث لعيبه هم الثلاثه اللي قدام اوكي بالظبط فينسنت والوينج ليفت نمره 12 دي نمره واحد ثانيا لابد ان تستخدم الخمسه الاحتياطي باقصى يعني في احسن توقيتات ما اداره المباراه دي برده مهمه جدا طبعًا. عشان لما تحس امتى ده تعب وامتى تنزل عشان تنشط ومين هو بالظبط كل الحاجات دي مهمه جدا قراءه المباراه يعني. قراءه المباراه ثانيا هم عندهم الخط الخلفي رغم ان هم لعيبه كويسين يعني الاربعه مش 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 سيئين ولكن لما تخليهم يندفعوا للامام وتخلي فيه مساحات ممكن بقى تستغل امكانيات محمد صلاح في ان هم يبقوا مفتوحين ورا تستغل امكانيات مرموش او تريزيجيه او مصطفى محمد فدي نقطه مهمه مع لو قدرت تعمل استحواذ كويس لان الاستحواذ ونقل الكره من رجل لرجل ده بيوفر بعض الجهد يعني فكل دي امور مهمه لكن الاهم انك انت تستغل الفرص اللي هتيجي نعم. لان الماتشات دي انا قلت لك هي ضيقه حتى لو لعبت منتخب اقل من الكاميرون يعني النهارده مثلا السنغال وهي بتلعب غينيا طبيعي ان السنغال تكسب بس الماتش برضه هو ماتش نوك اوت يعني 50-50 لا وصلت في بعض الاوقات يعني مظبوط لكن لما السنغال دست شويه مظبوط طبعا خلصت. السنغال اعلى طبعا هو من المرشحين للبطوله زي الكاميرون زي مصر اذا كان زي المفروض الجزائر وساحل العاج والكلام ده بس خرجوا الماتشات طالما وصلت للنوك اوت دي وانك انت هتلعب بالماتش الجاي هتلعب نهائي هتلاقي الامور متقاربه جدا فعايزه تفصيلات صغيره استغلال الفرص وقفات مظبوطه ما حدش يتهور ويطرد الحاجات دي بتفرق كتير جدا مع التوفيق بقى لانه التوفيق
من الحاجات المهمه في كره القدم. ساعات انت بتشوت كوره وتضرب في العارضه مثلا وقايم وترجع تخش في الجول وممكن ترجع تخش في الجول فكل الحاجات دي انك انت تبتدي صح، تضيق مساحات مظبوط، تستخدم الخمسه الاحتياطي مظبوط، مع التوفيق بقى يا رب ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله حاجه باذن الله. ان شاء الله نتقابل بقى في الاهلي في المونديال. احنا من بكره اجازه برنامج الاهلي في المونديال ان شاء الله، بدايته هتبقى يوم الثلاث الساعه 10 كمان، فهنبقى بدري وهناخد وقتنا. هنتكلم طبعا متاخر، احنا معاك معانا بعض طبعا، احنا تيم واحد. فانا بشكرك جدا يا استاذ جمال على وجودك معانا، اشكرك جدا يا كابتن استاذ كابتن اسامه على وجود استاذ اسامه. انا بقول شكرا ان انا مع الكابتن اسامه. طبعا كابتن اسامه شرف لينا جميعا ان هو يكون عندنا والله، صحفي كبير وخبره كبيره يعني، ربنا يخليك. انا بشكركم شكرا جزيلا والف الف مبروك لمنتخبنا الوطني. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بعض الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه، مباراه منتخبنا الوطني امام منتخب المغرب، وكيف استطاع كارلوس كيروش أن يفوز على المنتخب المغربي. ده اللي هنشوفه بعد هذا الفاصل مع كريم سعيد وأحمد سالم. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة، كريم سعيد. ازيك يا كريم؟ كله تمام؟ مبروك. طبعا ألف مبروك لينا كلنا، وطبعا ليلة حلوة بنستمر في ليالي الانتصارات، وأكيد طبعا الفرحة بتخلي المود مختلف صراحة. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام، كله كويس الحمد لله. مبروك، الله يبارك في حضرتك، مبروك علينا جميعا ومبروك لمصر وعقبال البطوله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كريم هبدا بيك، يعني برضو نفس السؤال اللي سالته للكابتن اسامه والاستاذ جمال بلغه اخرى، كيف استطاع كارلوس كيروش ان يغير من اداء منتخبنا الوطني في مباراه كوت ديفوار وفي مباراه المغرب، منتخب كوت ديفوار ومنتخب المغرب؟ نعم، تحس ان منتخب تاني او لعيبه تانيه، مع ان هم اللي كانوا بيلعبوا في ثلاث مباريات الاولى. انا طبعا دي وجهه نظري الشخصيه. طبعا كيروش في اختلافات اكيد في قراراته، اعتقد بقى بيعمل الحاجات المنطقيه، بيبتعد عن الامور الغير عاديه او الامور الغير مش متوقعه، اللي احنا الاسلوب اللي شفناه في البطوله العربيه او حتى في دور المجموعات اعتقد ما شفناهوش بدايه من مباراه كوت ديفوار مباراه النهارده المغرب. كمان اعتقد كابتن اسلام تصريحات محمد صلاح قبل ماتش كوت ديفوار كانت مبينه الحاله الاستنفاريه اللي اللعيبه فيها، اللي بعيده او الامانه يعني بعيده عن الامور الفنيه والتكتيكيه عند المدير الفني وعند الجهاز الفني، اداء البطولي للعيبه نفسه انا في وجهه نظري يرجع للعيبه نفسها. يعني الاداء اللي احنا شايفينه محمد ابو جبل النهارده يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بيقول الدكتور انا اسف انا مش طالع وبيقنعه. لا ده ما بيقولوش انا اسف، هيقول انا مش هطلع، يعني وجبل يعني جبل يعني والدكتور اقتنع، دكتور محمد ابو العير طبعا واحد من الدكاتره الكويسين جدا جدا في مصر، اقتنع وسابه لغايه حتى اعتقد بدايه الاشواط الاخيره. لا خلاص في كره كده جت وهو بينط، ففي في في روح يعني قتالية. الروح دي عند اللعيب، دي تحسب للعيبه ان انت النهارده وصلت للحته دي. واعتقد كمان ربما نقدر انا في وجهه نظري يعني اشيد بالسوشيال ميديا والاعلام والمحللين بجد والله من حاله الضغط شويه اللي حطيناها في دور المجموعات دي، استنفرت اللعيبه صح، واللعيبه بيبقوا عايزين حافز عشان يقولوا لا يا جماعه احنا لا احنا مش الشكل اللي انتوا شفتوه ده. هو ده محمد صلاح اللي قبل الثلاث ماتشات ولا طبعًا ده النهارده؟ طبعًا. لا طبعا، حتى الارقام تهيألي هتوضح الكلام. فانا اعتقد لا، حاجات كتيره خلت شكل المنتخب مختلف، ما زال عندنا بعض الاخطاء اللي ربما ما بتظهرش في حاله الفرحه، بس طبعا اكيد يعني اكيد عايزين هنتكلم عليها طبعا. وكمان اكيد لازم نتكلم يا كابتن اسلام، وفي وجهه نظري من النهارده لغايه يوم ليله ماتش الكاميرون اللي هي الخميس للاربع يعني، لازم نبدا نركز ونضغط على موضوع مساحات والحكم، حكم الساحه وحكم الفار، الثلاث حاجات دول لازم نضغط فيهم ونبقى مركزين. للامانه الاوضاع في الكاميرون والاخبار اللي بتيجي من ماتشات الكاميرون مش لطيفه. مهم هتكلم معاك فيها النهارده. الحقيقه النهارده كانت كل حاجه حلوه في الـ في الـ في الماتش يا احمد، يعني حتى التعليق وجهه نظر انا ان حتى التعليق كان حلو النهارده، خليل بلوشي لان هو كان ضيفي الحقيقه من اقل من شهر الحقيقه، وقال ان مباراه الاهلي مثلا و اللي هي اتكلم فيها وقال جملته الشهيره دي غيرت من حياته، ممكن النهارده برضو المباراه تغير من حياته يعني بمناسبه ان هو نعم الاهلي والنجم الساحلي الاهلي والنجم اللي هو لكن انا بتكلم على النهارده لانه من الممكن جدا ان هي تغير برضه من بقيه حياته، لكن النهارده كل حاجه كانت حلوه، التعليق كان حلو،
يعني حاجه جميله يعني بقالنا فتره بنعلي التلفزيون وبنسمع تعليق حلو ومبسوطين وسعداء والراجل ادى للاهلي حقه للاهلي ادى للمنتخب حقه وللمنتخب المغربي المنتخب المصري حقه وللمنتخب المغربي حقه ما سمعناهوش بيجيب سيره فرق في مصر ولا سيره فرق في المغرب وبالتالي حاجه المشهد كله حلو ايه اللي وحش فيه بقى اللي وحش في المشهد عامه هي الفكره كلها ان يعني النهارده الاول حاجه بدايه الماتش ان انت يدخل فيك جون في اول 3 دقائق ده يعتبر كان سيناريو مش حلو يعني اول 3 دقائق بغلطه تهور من ايمن اشرف بيدخل فيك جون بس بصراحه شخصيه المنتخب النهارده انا شايف فيه شخصيه بطل في الماتشين الاخر دول فيش انت بتلعب مباريات كبيره بتلعب كوت ديفوار بتلعب المغرب ان انت تستقبل هدف في اول 3 دقائق لاي مدرب او اي فرقه لا ممكن الفرقه دي تنهار الفرقه دي تقع لا المنتخب بصراحه ظهر بشكل يقدروا يرجعوا قدروا يسيطروا ويستحوذوا بشكل كبير لعيبه المغرب حتى تحس ان لعيبه المغرب من اول الماتش عاملين لك حساب كبير قوي خايفه منك صح فدي انا شايف ان دي فرقت هم خايفين جدا من محمد صلاح حتى هم طول البطوله بيلعبوا 4-4-2 النهارده غيروا طريقه اللعب لعبوا 4-3-3 لعبوا بثلاثه ارتكاز فده دليل على احترام المغرب لمنتخب مصر بمناسبه المعلق بصراحه المعلق خليل بلوشي قدم مباراه هايله بقى تعليق حيادي ممتاز معلق صوته ممتاز التون بتاعه المعلومات بتاعته كويسه جدا يعني معلق ممتاز لكن انا شايف بقى على المباراه شايف في المباراتين الاخر تكتيكيا كارلوس كيروش بدا يتعلم من اخطائه في المباراتين الاخر طيب. في حكايه ايه حكايه الطريقه الدفاعيه اسلوبنا الدفاعي اتطور بشكل كبير جدا احنا بقينا بنلعب مباريات تكتيكيه من طراز ممتاز من الطريقه الدفاعيه الدفاع بتاعنا بيبدا من عند مصطفى محمد يمكن مصطفى محمد لما اتكلم حتى في الحالات هتشوف الحالات الطريقه الدفاعيه ازاي بندافع بطريقه ال 4-4-2 يعني الدفاع بيجي من عند مصطفى محمد وبينزل يسقط تحت محمد صلاح وتحت عمر مرموش كمان وجود حمدي فتحي تحت ما بين السردباكين ما بين الاثنين المساكين في المباراة كوت ديفوار النهارده بيقوم بالدور ده النني السلية بيرحل ناحيه اليمين عشان يقفل جبهه عمر كمال عبد الواحد كذلك الناحيه الثانيه برده ايمن اشرف هو برده المدرب افكار ورهان الرهان ده يا اما يكسب يا اما يخسر بالظبط ده برافو عليك هو ده اللي انا كنت بقوله حتى يعني انا كنت بقول ده في الانترو في الاهلي فيما يخص موسيماني وتفكيره في بعض اللاعبين الناشئين اللي لعب بيهم وبعدين لعب بعض اللاعبين وما لعبش هي مدارس كل واحد هي انت بتراهن على حاجه انا شفت لو نجحت كله كان هيقول لك برافو يا مستر هايل يا مستر موسيماني ما نجحتش هننتقد انت النهارده انا ذاكرت فرقه طبيعي. المغرب فرقه المغرب هم اخطر اثنين لعيبه فيها من الاخر كل اشرف حكيمي ناحيه اليمين وسفيان بوفال ناحيه الشمال مع وجود حارس عملاق ورا ياسين بونو هم الثلاثه احسن ثلاثه مع المدافع طبعا رومان سايس مدافع هايل بصراحه هايل هم يعتبر افضل اربعه عندهم مشاكل ان كانوا بيلعبوا 4-4-2 بطريقه سواء ساعات احيانا الدايموند ساعات ال 4-4-2 العاديه النهارده المدرب راح بدا بمنير الحدادي خلاص اصل بص خلاص المغرب يعني موضوع منتخب المغرب خلاص احنا عايزين نقول ايه فرق اللي احنا كسبناه من هذه المباراه طبعا الصعود انت كسبت اولا انت النهارده ولكن ايضا برضه عايزين نقول في ظل هذه الافراح يا مستر مش هنقول اخطاء بقى صح. خلي بالك شوف الفرق هنقول ايه خلي بالك يا مستر كيروش عندنا 1-2-3 عشان ناخد بالنا الماتش الجاي نقدر نكسب الكاميرون ازاي انا برضه كمان في نقطه مهمه كمان يا كابتن اسلام انت النهارده بتلعب من غير الاثنين المساكين حجازي اتصاب والوينش اتصاب الاثنين المساكين الاساسيين الباك رايت بتاعك الاساسي اكرم توفيق اتصاب حارس المرمى الاساسي اتصاب حمدي فتحي الارتكاز العمود الفقري بتاعك اتصاب فانت النهارده دي فرقه انا شايف ان دي فرقه ان شاء الله بطل انت بتغيب عندك اثنين مدافعين اساسيين بيغيب عندك باك يمين بيغيب عندك حمدي فتحي بيغيب وما بتتاثرش بسم الله ما شاء الله الراجل ده كان يعني فكر صح واختار صح وعمل صح هو واضح ان هو بيذاكر المنافس كويس في الماتشين الاخر اوكي وجود حمدي فتحي في ماتش كوت ديفوار عشان اقفل الاطراف واغطي نيكولاس بيبي واغطي ماكس جرادل على الاطراف النهارده قافل جبهه اشرف حكيمي انا مذاكر مثلا منتخب المغرب ان خطورته في اشرف حكيمي فكانت فكرته ان انا ابدا بايمن اشرف عشان اقفل معاه ابو الفتوح لسوء حظه على الرهان ده ان اول لقطه لايمن خلاص داخل بقى واخد التعليمات ان انا هقفل فعايز يخوفه فما تخوفوش من اول دقيقه في ضرب تعمل ركله جزاء
فدي بتبقى اخطاء فرديه من بعض اللعيبه. اللي خده ايمن الحقيقه في الكره في الشوط الثاني دي برده بس يحسب لكارلوس كروش التغييرات يا كابتن اسلام. ايمن اشرف راح عامل ايه لما غير؟ راح مرجع ايمن اشرف ورا كمساك جنب محمد عبد المنعم، نزول تريزيجيه كارتكاس ثالث. ليه عملت تريزيجيه؟ كان عندنا مشكله في عمليه محتاج واحد يزيد جوه منطقه الجزاء، فادى لتريزيجيه عشان يعمل عمليه الزياده فيحسب له التغييرات. كذلك في حاجه مهمه جدا في الشوط الاضافي، طريقه اللعب بتاعتنا اتحولت ل 4-4-2، محمد صلاح جنبه مصطفى محمد، اثنين مهاجمين، ناحيه اليمين مين؟ كان زيزو، وناحيه الشمال تريزيجيه. فده راجل مدرب بيفكر كل شوط، ومن هنا جه الهدف. والهدف ده لما نيجي نحلله، ولكن انا برضو من الحاجات اللي لفتت نظري، يعني انا دايما كنت في الاول اقول ايه، هو ليه واخد اربعه حراس مرمى؟ ما كان خد يا طارق حامد يا قفشه الاثنين، واحد فيهم افضل مثلا. دلوقتي كان لازم ياخد اربعه، ده لو كان ينفع ياخد خمسه كان خد. لا هو الظروف طبعا بس نقطه مهمه برضه حصلت معانا احنا كمان قبل كده، افتكر طبعا 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 الظروف كان موضوع الاصابات، شريف اكرامي والشناوي في كاس الامم، شريف اكرامي والحضري والشناوي في 2019. طبعا فكره ان يحصل هذا الكم من الاصابات في بطوله واحده امر زايد جدا، واكيد طبعا واضح جدا ان احنا متاثرين بسوء الارضيات في ملاعب الكاميرون. ملاعب الكاميرون واحده طبعًا من اسوا الملاعب اللي ربما لعبنا عليها في كل نسخ الكان اللي احنا لعبناها. الامانه كل الملاعب اللي لعبنا ملاعب مختلفه وكلها نفس المشاكل، وحتى اللعيبه اشتكت من سوء الارضيه. واعتقد كمان حتى انا سمعت خبر قبل ما اخش الهوا ان الاتحاد الافريقي واللجنه المنظمه للبطوله اقرت فتح الملعب اللي وقع فيه، يعني عشان افضل حاجه بالظبط هيتلعب عليه ماتش مصر والكاميرون يوم الخميس الجاي ان شاء الله. فبالتالي واضح دي مؤثره، ولكن النقطه اللي ربما تكون لافته نظري فكره اصابه الحراس باصابات عضليه، يعني دي برده محتاجين نقف عندها، ان محمد الشناوي يجيله اصابه في الخلفيه، والنهارده محمد ابو جبل البديل بيشتكي من العضله الضمه، فدي برضو اصابات ده رياكشن تيقلي كان قوي جدا منه. طبعا محتاجين يعني ندرسها شويه، واتمنى الجهاز الطبي يبقى على علم بيها. احنا طبعا احنا في مشكله عشان يوم الخميس عندنا مباراه سيمي فاينل، واعتقد محمد صبحي هيبقى هو المرشح. انا اشك ان محمد ابو جبل يلحق في ثلاث ايام انه يرجع من اصابه العضله الضمه. طيب هنكمل كلامنا، ولكن بقى هناخد كل الكلام ده ونطلع نقف على الشاشه علشان نعرف كيف استطاع منتخبنا الوطني، او كيف استطاع كارلوس كيروش الحقيقه ان يغير من اداء منتخبنا الوطني في هذه المباراه بعد هذا الفاصل. كريم واحمد على الشاشه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كريم واحمد خليني ابدا مع حضراتكم، ابدا معاك بايمن اشرف النهارده يا كريم. طب نبدا من بدايه المباراه، واكيد طبعا في بدايه المباراه يا كابتن اسلام اكتر حاجه لفتت نظرنا هو الهجمه اللي جه منها ركله الجزاء المنتخب المغربي، وعايزين هنا نحللها ونشوف دي واحده من الامور اللي كنت بتكلم عليها، يعني المشاكل البسيطه اللي احنا محتاجين نركز عليها برده عشان ماتش الكاميرون. الهجمه دي بدايه المباراه في الدقيقه 3 بنشوف اشرف حكيمي اهو معانا في الصوره، اشرف حكيمي هو اللي استلم الكوره دي يا كابتن اسلام من نص ملعب المغرب. اشرف طبيعي احنا عارفين ان هو مع منتخب مغربي فعلا صانع العاب، مش مجرد فول باك ايمن او ظهير ايمن بيلعب على الدور الدفاعي، لا ده راجل بيشتغل على الشق الهجومي. الراجل عمل الوانتو وانطلق لنص ملعب منتخب مصر. نجيب الصوره اللي وراها ونشوف ان احنا هنا اشرف حكيمي خلاص تخلص من الرقابه وبدا يتجه بشكل مستقيم لنصف ملعب منتخب مصر. انا عايز اركز هنا على ايمن اشرف. ايمن اشرف كان متاخر بعيد تماما تمام. انا هنا في اللعبه دي عايز اوضح، بس مش بدافع عن ايمن بكر، لكن عايز اقول ان هو فعلا عمل الدور بتاعه ممتاز جدا. المسافه اللي ما بينه وبين اشرف حكيمي كبيره جدا وما تخليهوش عنده المساحه انه يلحق، ولكن لما نبص ليه ايمن اشرف تواجد في نص الملعب عشان يغطي مع احمد فتوح اذا الجناح اللي بيلعب عليه او اشرف حكيمي عدى منه. ايمن اشرف بعيد، نجيب الصوره وراه، وهنا طبعا محمد النني خلاص اتضرب بالترقيصه اللي عملها اشرف. نشوف الصوره اللي وراها والمسافه اللي كانت ما بين اشرف حكيمي وايمن اشرف تقلصت لي خلاص بقى الاثنين مع بعض. ايمن اشرف عمل كل شيء في وجهه نظري ممتاز ما عدا حاجه واحده فقط، قرار التهور بان انا في الحته دي اعمل تاكلنج. ده قرار سيء وحماس زايد على اللزوم وتهور. ببساطه ايمن اشرف لو كان هنا فضل في اللعبه دي كتف بكتف
مع اشرف حكيمي واجبره انه ياخد كورنر او الكوره تخبط فيه وتطلع اوت، كان هنا هيبقى عمل دوره الدفاعي بيرفكت. احنا طبعا طبيعي كلنا شايلنا ايمن اشرف مسؤوليه البنالتي، وطبعا ده هو شايلها، ولكن لازم نبص على اللعبه كامله عشان فعلا ايمن انا في وجهه نظري عمل كل حاجه صح. كان في مسافه بعيده عنه، ما عملش الغلطه بتاعت ان انه يترقص بسهوله ان اشرف عدى، وكمان اشرف لعيب سريع للغايه ووصل معاه. كان لازم ايمن ياخد دايما من اللعبه دي درس ان انا مش في اي وقت استخدم التاكلينج. التاكلينج للاسف بوظ الصوره الكامله الجيده اللي هو كان عاملها من اول اللعبه. تمام. خش على نشرح الطريقه الدفاعيه اللي بقول لحضرتك عليها يا كابتن اسلام، ايه اللي اتغير في طريقه لعب كروش؟ الطريقه اهم حاجه الاسلوب الدفاعي، التكتيك الدفاعي كريم. تعال بص على الدور اللي بيعمله مصطفى محمد واللي الناس بتنتقده، بس للامانه هو بيقدم دور دفاعي مهم قوي. بص دايما بياخد المان اللي هو اللعيب الارتكاز، كان اخد جان ميشيل سري، هنا واخد سفيان مرابط، اللعيب اللي هو بيحضر الهجمه. هنا بص ادي النني وادي السليه وادي الارتكاز الثالث. بص برضو طريقه الضغط هنا فين، ده محمد صلاح وادي ايه عمر مرموش. المفروض ان مصطفى هو اللي بيضغط لو مهاجم، يعني هو المهاجم لا، مصطفى محمد هو راس الدايموند، راس الدايموند بتاع ثلاثي الارتكاز بتوعنا. بياخد دايما سفيان مرابط اللي هو بيحضر بيمنع بناء الهجمه للخصم، اهم دور دفاعي لمصطفى محمد. عشان كده كل الفرق اللي بتلعبنا بتعتمد على ايه، على التمريرات الطوليه، لان مصطفى محمد دايما زي ما احنا شايفين في الصور هو راس الدايموند، هو راس النني والسليه واللي وراهم مثلا كان في الماتش اللي فات كان حمدي فتحي، في الماتش ده برضو ايمن اشرف مثلا، فهو الراس المكمله بتاعتهم، راس الدايموند بيقرب من سفيان مرابط بحيث ان انت تمنع بناء الهجمه وبالتالي عمليه تحويل البناء الهجمه بتاع منتخب المغرب الى التمريرات الطوليه. تعال نكمل نشوف، ادي يا كابتن اسلام ال 4 4 2 في الشوط الاضافي مظبوط اتحولت ليه، ادي زيزو ناحيه اليمين اهو، زيزو ناحيه اليمين، مين على الشمال؟ تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد قدام. تريزيجيه كان هنا، وادي زيزو، وادي محمد صلاح، وادي مصطفى محمد. تعال نشوف برضو الهات دور مصطفى محمد في الهدف الثاني. مصطفى محمد قوي جدا في الالتحامات والضغط، دور بدني رهيب، هو جاب لك الكره من كره ميته، من لعبه ميته، قدر يطلع مع مدافع المغرب ويلعبها في كره ميته خالص، لعبها لمين؟ لزيزو. هنا مصطفى نازل كمهاجم تاني جنب مصطفى محمد، جنب محمد صلاح، فمصطفى بيصلحها لزيزو، زيزو بينطلق بيلعبها لمين؟ لمحمد صلاح اللي هو بدا اللي هو كان في العمق وبدا يتحرك على الطرف. هنا بيروح ثلاث، ده اللي قلت عليه ان لعيبه المغرب خايفه من محمد صلاح باسمه، والنهارده محمد صلاح قدم واحد ما من احسن مبارياته، 3 على 1 وبيعدي منهم. مين اللي قاطع هناك بقى الناحيه الثانيه؟ تريزيجيه بيشاوله في المساحه اللي في ظهره واحد احسن مدافع في المغرب رومان سايس، بيتحرك تريزيجيه في ظهره عشان محمد صلاح، المدافعين كلهم عمالين بيرجعوا لورا بيرجعوا لورا، محمد صلاح بيتقدم عشان يعمل العرضيه ليه تريزيجيه عشان يسجل واحد من احلى اهداف منتخب مصر. فالجون ده بيبين لك الدور الدفاعي بتاع مصطفى محمد، يعني انا كمان لك. بمناسبه احلى اهداف الجون ده، محمد صلاح عمل واحد في ليفربول وهو لما بيلعب مع ليفربول زي ده بالظبط اللي ساديو ماني وحطها، بس انا للاسف عشان الحقوق اللي عندي مش قادر ازيعه، لكن هو بالظبط يا كريم يا احمد بالظبط هو بيمينه كمان الاتقان ان هو بيلعب بشماله زي يمينه، بسم الله ما شاء الله. وكلهم خايفين، ده مين ده المدافع ده اكرت ورومان سايس وسفيان مرابط، الثلاثة رايحين عليه ومحمد صلاح بيلعبها في ظهر رومان سايس، تريزيجيه بيسجل طبعا، تريزيجيه ربنا وفقه في الهدف يعني. كمل تمام كريم. واحدة من النقط الاكيد اللي فادتنا يا كابتن اسلام ولازم نقولها، ان المنتخب المغربي بعد ما جاب الهدف المبكر في وجهه نظري ده كان ميزه للمنتخب المصري اكتر من هو ضرر او يعمل لنا احباط. ليه؟ لان المنتخب المغربي بعد الدقيقه 4 بعد ما جاب الهدف بدا الفريق عقليته تتحول للعقليه الدفاعيه اكتر من الهجوميه. مظبوط. نبص هنا من الدقيقه 5 الفريق المغربي بدا يطبق طريقه 4-1-4-1 في الدفاع، وبدا يعملوا زون ديفنس، خلاص محدش بيضغطك من نص ملعبك، للدرجه اللي تخلينا نبص على عمر كمال طاير وهناك كمان فتوح طاير، اتنين الفول باكس بتوع مصر طايرين، لو النتيجه 0-0 استحاله الاتنين دول يطيروا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نبص على الصوره اللي وراها هنلاقي ان المنتخب المصري بيتحرك بكامل اريحيه في نص ملعب المنتخب المغربي، بسبب ايه؟ بسبب تاني ان العقليه بتاعت منتخب المغرب تغيرت بعد
الهدف المبكر. وهنا بقى نبص على كم المساحات الفاضيه في ظهر الرباعي اللي بيحاول يضغط، هما يعني مش عارفين يحلقوا ولا يضغطوا، وبالتالي بدانا نضربهم في نص الملعب، ودي غلطه كبيره وقع فيها المنتخب المغربي احنا استفدنا منها. طب نترجم بقى الشكل اللي انا بشرحه ده فين؟ في الصوره اللي وراها، ونشوف ايمن اشرف برضو انا شايف انه قدم مباراه ممتازه جدا. مين ده اللي بينطلق وبيخترق الرباعي بتاع منتخب المغرب؟ ايمن اشرف. ايمن اشرف كان بيعمل دور رقم 8 اكتر من دور رقم 6، بيقدر يسحب نفسه من ورا الشبكه او الستاره اللي عاملها لعيبه المنتخب المغربي بشكل بصراحه ساذج جدا، وبيقدر يستلم الكره. احمد حجازي كان ممتاز في اللعبه دي، قدر يلعب الباس الطولي وبين الخطوط بشكل مميز جدا 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 لايمن اشرف في مساحه كويسه، نتج عن اللعبه دي اول تسديده لينا على مرمى الحارس ياسين بونو، اللي طبعا تعامل معاه بشكل جيد. ولكن انا في وجهه نظري واحد من العوامل اللي ساعدتنا ان احنا نقدر النهارده نتغلب على المغرب تكتيكيا داخل الملعب الهدف المبكر. الهدف المبكر اضر المغرب اكتر ما افادهم، وفادنا احنا اكتر ما ضرنا، انه شام من علينا الضغوطات، خلانا نلعب مرتاحين 86 دقيقه احنا بنهاجم المغرب، بنعمل عليهم كم هجمات من كل الجوانب، في الحين ان في وجهه نظري المنتخب المغربي لو كان بيلعب معانا والنتيجه 0-0 لغايه منتصف الشوط الثاني، في وجهه نظري ما كانش ادائنا هيبقى بالجمال والحلاوه اللي احنا شفناها. تكمله لكلامك يا كريم، برضو انا شايف ان خروج سفيان بوفال كان تغييره غريبه جدا من مدرب منتخب بس ارهاق، هم خباكم فعلا تعبوا بس يعني هم احنا لاعبين، احنا لاعبين 120 دقيقه قبلهم. لا لا لا، هم كمان في الهدف لو خلي بالك رقم 8 اعتقد كان عمران، لا كان سايس تقريبا، هو في اللاعب اللي كان مع تريزيجيه فعلا ما قدرش يمد رجله على الكره العرضيه لان هو فعلا كان عنده شد. بس سفيان بوفال ده واحد من الناس اللي بتحرك الفرقه قدام، بيعمل خطوره جدا، كان عامل خطوره خاصه ان عمر كمال كان مرهق. طب فتغييرته وجهه نظري برضو ساعدت منتخب مصر. تعال نشوف بقى واحد من نجوم الماتش وصفقه الاهلي العائده النهارده، محمد عبد المنعم. لو نستعرض ارقامه، قدم مباراة كابتن إسلام عظيمة، مكسب البطولة محمد عبد المنعم، مكسب مزبوط للنادي الأهلي للأمانة، لعيب لو نستعرض أرقامه أو نستعرض الحالات الأول بتاعته. عندنا بعد ما كان عندنا 5 لعيبة عندنا 6 بقى 6 ده منتخب مصر يعني. بس بص بسم الله ما شاء الله، أكثر لاعب قطع كرات النهاردة في المباراة في الفرقتين 18 مرة محمد عبد المنعم، شتت الكورة 4 مرات، منع تسديدات 3، تاكلينج صحيح 3، نسبة دقة التمريرات كام نسبتك؟ انا مش شايف 72% تبادلات 9 محاولات على المرمى 1، فدي هو طبعا ساعه الجون. بس انت ركز بقى ان هو اكثر من قطع الكرات 18 مره يعني تمام. والماتش اللي فات هو تاني اكتر لاعب قطع للكرات بعد احمد ابو الفتوح. دوره مهم جدا سواء في الالعاب الهواء، انت النهارده على فكره برضو كروش واضح في الماتشات يا كريم ان هو بيستغل الضربات الركنيه بشكل كويس قوي. يعني الماتش السودان جبنا جول من ضربه ركنيه، الماتش ده برضو محمد عبد المنعم، اللعبه اللي اتلعبت ترجع كده استاذ سمير في الصوره اللي قبلها، بص محمد عبد المنعم واقف فين واتلعبت له متحفظه ان احنا هنلعب الكوره عند دايره منطقه الجزاء، محمد عبد المنعم مصطفى محمد بيقطع عشان متوقعين ان هو اللي هتتلعب له هو حجازي، راح محمد عبد المنعم بيقطع بتيجي طبعا خبرات محمد صلاح، واقف بيتسحب عامل زي بيتسحب سرق المدافعين بذكاء وتابع الكوره بفينش رهيب جدا، خبرات لعيب كبير جدا. هات الصوره اللي بعدها بقى وشوف الجامبنج اللي عامله، حاسبين احنا الكره جميله جدا لمحمد عبد المنعم، برده واحد من احسن المكاسب البطوله. يعني هات الصوره اللي بعدها يا استاذ سمير، بص محمد عبد المنعم بيستخلص كره من وسط المدافعين، مسته في الالتحامات الهوائيه هايل يعني هايل هايل، مدافع متكامل، اولا بيبني الهجمه من تحت وكورته حلوه، ثانيا لعيب راجل ومقاتل، عنده شخصيه النادي الاهلي، لعيب عنده شخصيه بطل. الحاجة التانية في الالتحامات والحاجات دي والاستخلاصات، ولعيب دولي بتحطه تحت ضغط، النهارده بتختبره في ماتش كوت ديفوار بتلاقيه بيخرج بواحد من نجوم الماتش، النهارده بتختبره في ماتش المغرب في دور الثمانية بتلاقيه واحد أكتر لاعب قطع الكرات، فده مكسب كبير جدا لدفاع النادي الأهلي والمنتخب مصر. تعالى بقى بعد كده ليه محمد النني، محمد النني برضو واحد من الناس اللي هي الجندي المجهول للأمانة، والناس دايما بتعرضه عمل ماتش رائع النهارده، دايما واخد هو الحتة اللي في ظهر عمر كمال كريم، دايما هو قافلها. فالحته دي الدور انا بصراحه كنت قلقان ان النني هيلعب مكان حمدي فتحي في الحته اللي هي 6، بس النني النهارده قدم مباراه هايله على مستوى استخلاص الكرات ودايما مقرب الخطوط، وكمان اكتر لاعب عامل تمريرات صحيحه في الماتش واكتر لاعب عامل تمريرات. النني كورته حلوه، لعيب برده واحده من الاستخلاصات كان بيلعب بروح هايله جدا جدا جدا،
مع عبد المنعم والنني في لعيب تاني ما ينفعش ما ندلوش حقه. احنا في قناه الاهلي بس احمد ابو الفتوح للامانه باك شمال عصري عصري. احمد ابو الفتوح من مسافه اهي بص الكوره دي، اولا لعب على نيكولاس بيبي يا كابتن اسلام في الماتش اللي فات. لا 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 لعيب جامد جدا بصراحه لعبها هيك. لعب على نيكولاس بيب، احنا كنا مقلقين ان قدرات احمد ابو الفتوح الدفاعيه بالظبط مش حلوه، كلنا كنا بنقول ايمن اشرف اللي يلعب النهارده صح. احمد ابو الفتوح بيلعب على قدام كوت ديفوار بيقفل جبهه نيكولاس بيبي، في جبهه اشرف حكيمي بيقفل الجبهه دي كوره بص المسافه كانت قد ايه كريم ولحق لا والحاجة يرجع كده بس بعدين كالو كوبري حلو قوي اه يعني معلش بص يا كابتن اسلام كالو كوبري عالمي يعني زهقه زهقه يعني انت بتلعب على احسن باك يبص الكوره دي فين عشان يلحقها المسافه قد ايه 8 متر وبيجري عليها بص الروح والجرينتا يعني بص الروح والجرينتا النهارده بيلعب على احسن باك مين في العالم اشرف حكيمي بيتفوق عليه، بيلعب على نيكولاس بيب اللي بيلعب في الارسنال الانجليزي بيتفوق عليه للامانه. واحد من مكاسب البطوله احمد فتوح ومحمد عبد المنعم الاثنين بصراحه شباب واعد وهايل واكثر من ممتاز. كمل كريم بس اخيرا احنا في دي اخر حاجه عندنا بالظبط اخر تمام. حاجه معانا في الهدف الثاني انا بس هضيف على اللي قاله احمد بعض النقاط دي. فعلا محمد صلاح واحد من اللاعبين اللي بيعملوا حاجات معينه ما حدش ينفع يعمل غير محمد صلاح بكل امان ببساطه. اللعبه دي بادئه من قدام منطقه جزاء المنتخب المغربي واحنا في موقف هنا واحد على واحد. اي حد بيتكلم تحليل كوره هيقول لك ان طبيعي ان المدافع اكتر حاجه هيعملها انه بعد ما يحل على محمد صلاح هيخش يضغط عليه وياخد منه الكوره او يعمل فاول عشان يمنعه من الانطلاق بشكل فيه عمق اتجاه المرمى وقف ثبت بالظبط. لكن فعلا هنا ليه المدافع المغربي ما ضغطش على محمد صلاح بسبب اسم محمد صلاح؟ ما فيش اي حاجه تانية. انا اسف ما فيش تاكتكس ما فيش اي جمله متحفظه ما فيش اي حاجه، هو ببساطه اسم محمد صلاح اللي خلاه يوصل من خارج منطقه الجزاء لغايه هنا هو ومعاه ثلاث لعيبه كلهم مش قادرين ياخدوا قرار الضغط عليه عشان لاستخلاص الكره بسبب اسم محمد صلاح والخوف من هم يرتكبوا ركله جزاء او يتسببوا فاول ان محمد صلاح ممكن في لحظه هوب يرقصك ويعدي منك بس. لكن لو لاعب تاني غير محمد صلاح اكيد مليون في الميه المدافع هيبقى عنده الجراه وان القرار انه يضغط وياخد ويعمل اي حاجه يقدر يستخلص بيها الكره. ببساطه الكره دي ردا على اي حد بيقول يا جماعه محمد صلاح ما مش مفيد لمنتخب زي ليفربول. السؤال ده بتسأله كتير على السوشيال ميديا، ليه محمد صلاح بنشوف مستواه مع ليفربول غير مستواه مع منتخب مصر؟ لا محمد صلاح فعلا له يعني بصمه كبيره جدا 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 في كل هجمات منتخب مصر. ويكفي ان انا اقول ان محمد صلاح في اخر 14 هدف للمنتخب المصري هو له يد فيها سواء بالاحراز او بالصناعه. جاب جون صنع هدف، محاولات على المرمى 3، محاولات صحيحه ده في المباراه طبعا. اكثر لاعب صنع فرص لزملائه 5، دقه تمريراته 72%، حصل لاعب عالمي بكل ما تعنيه الكلمه. اكثر لاعب صنع فرص في ماتش المغرب وفي ماتش كوت ديفوار. في ماتش المغرب صنع 5 فرص، في ماتش كوت ديفوار صنع 7. هو ده المهم بالنسبه لي ان انا في مثل هذه المباريات اللي هي النوك اوت الاقي محمد صلاح. طب الحقيقه يعني اللعيب الكبير بيظهر في الماتشات الكبيره. الحقيقه المنتخب الكبير يظهر دائما في البطولات وفي المباريات الكبيره، وده اللي احنا شفناه مع منتخبنا الوطني النهارده. الف الف مبروك الحقيقه لمنتخبنا الوطني. زي ما قلت لحضراتكم انا بشكرك جدا يا كريم والف مبروك. شكرا جزيلا محمد والف مبروك. زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله خلال الفتره القادمه، بكره ان شاء الله اجازه او مش اجازه يعني مش هنكون موجودين مع حضراتكم، وان شاء الله نبدا مع حضراتكم من يوم الثلاثاء بعد بكره حلقة أو أولى الحلقات الخاصة بالأهلي في المونديال. الأهلي في المونديال كالعادة وكعادة قناة النادي الأهلي بنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة لنقل كل الأحداث التي تحدث مع بعثة النادي الأهلي في الإمارات. كل الكواليس اللي حضراتكم دايما بتتفرجوا عليها تتفرجوا عليها من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. هنبدأ في إذاعتها إن شاء الله، واللي مش هتجدوا هذه الكواليس اللي عندنا هنا فقط لانها حصريا على شاشه قناه النادي الاهلي ابتداء من يوم الثلاثاء الساعه 10 بالليل هنبدا اولى حلقات الاهلي في المونديال. بس كده لا، احنا طول النهار من الساعه 10 الصبح او من وقت الفطار فريق النادي الاهلي طول النهار بنكون مع حضراتكم برساله دائمه ايه اللي بيحصل طوال النهار في كل برامجنا ابتداء من يوم الثلاثاء.
كل برامجنا هتكون مع النادي الأهلي. طبعا منتخبنا الوطني ووصولنا للدور قبل النهائي والكلام ده كله طبعا بياخد تقريبا 70-80% من وقت البرنامج، ولكن الأهلي في المونديال إن شاء الله يعود إليكم من جديد ابتداء إن شاء الله من يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 10:00 وشكل جديد الحقيقة وكواليس جديدة جدا وحصرية على شاشة قناة النادي الأهلي. ألف مبروك لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله إن شاء الله تكون بداية جيدة المباراة القادمة يوم الخميس القادم. وزي ما قلت لحضراتكم هناخد بالنا من ثلاث حاجات: تحكيم زي ما كريم قال، والمساحات زي ما برضو ما كل الناس الحقيقة مش كريم بس كل الناس بتتكلم عن هذا الأمر إن شاء الله، لأنه احنا سامعين شوية حاجات كده هنخليها لغاية بعد بكرة نتكلم فيها أكتر وأكتر. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الثلاثاء وأولى حلقات برنامج الأهلي في المونديال. وما تنسوش بكرة تغطية حصرية وحية ومباشرة من شاشة قناة النادي الأهلي لوصول بعثة النادي الأهلي لمطار القاهرة الدولي، وإن شاء الله في مطار أبو ظبي، ووصول بعثة النادي الأهلي إلى مطار أبو ظبي من خلال شاشتكم دائما شاشة قناة النادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله يوم الثلاثاء وأولى حلقات الأهلي في المونديال.